أهلا أهلا أهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلم. تفضلي. نورت المكان. ميرسي. على فكرة كنت هزعل قوي لو ما كنتيش جيتي. هو بصراحة أنا كنت بفكر ما جيش. معقول؟ طب ليه؟ يعني استغربت الدعوة شوية. طب إيه رأيك بقى أنا اللي كنت هستغرب لو كنت رفضت دعوتي؟ اوعي تنكري إن أنا شغلت لك عقلك. ما أقدرش أنكر حاجة زي كده. بس مستغربك شوية. طب اتفضلي. مستغرباني؟ طب ليه؟ هو انت تعرف ان انا واحمد كنا بنحب بعض؟ لا، انا اللي اعرفه ان انت اللي كنتي بتحب احمد، وانا اقصد كلمه كنتي دي كويس قوي. انا لو اعرف ان احمد بيحبك زي ما انت بتحبيه ما كنتش قربت منك اصلا. مش أنا اللي يفسد علاقة بين اتنين بيحبوا بعض. أحمد شخص هايل بس قلبه مش فاضي للحب، عقله وتفكيره كله منحصر في الفلوس وبس. صح، عندك حق. وانت إنسانة رقيقة ذكية، وأنا متأكد إن في حاجات كتير قوي في حياتك كانت ممكن تبقى أحسن بكتير، بس للأسف ما لقيتيش حد يوجهك. طب أنت إزاي حبيتني وأنت متعرفش عني أي حاجة؟ مين قال إن أنا معرفش عنك أي حاجة؟ أنا أعرف عنك كل حاجة. سألت أحمد؟ سألت قلبي. أنا أول ما شفتك عرفت أنت إيه بالظبط. أنت قلب كبير محتاج لحد يسكنه، قلب محتاج لقلب زيه يحس بيه وباللي جواه، قلب اتحرم من إنه يعيش لحظة صدقة زي اللي عايشها دلوقتي، اللي كان نفسه فيها من زمان، من زمان قوي. المشاعر اللي جواكي دي واللي مش لاقي حد يحركها هي اللي تعباكي ومحيراكي، وهي دلوقتي اللي بتحركك. كل ده عرفته من نظرة واحدة بس. عارفة ليه؟ ليه؟ عشان أنا زيك بالظبط. عشت حياة صعبة أوي، حياة ما كانتش مدياني اللي أنا عايزه، حتى الحب حرمتني منه. عشت الاحتياج، احتياج لمكان يحميني وشغل يخليني أعيش حياة بسيطة مقبولة. انشغلت بإني أأمن نفسي ونسيت إن الأمان الحقيقي في حضني يضمني وقلبي يحس بيا وأحس بيه. أنا عارف إنك كنت متجوزة وإنك أرملة وإنك كنت بتحب أحمد وإنك دلوقتي مصدومة فيه. كده كتير. ما تستغربيش لو قلتلك ما تزعليش من أحمد. أحمد إنسان طيب وابن حلال، بس هو شايف الدنيا من زاوية تانية خالص. عشان كده أنا عايزك تعيشي اللي بقى من عمرك وما تعيشيش في وهم.
أنا قلت لك كل حاجة عني، وأتمنى إنك توافقي على طلبي حتى لو ما حصلش. كفاية نبقى أصدقاء. المهم دلوقتي أنا عايزك تقبلي الشغل اللي أنا جبته لك. أنت ليه مصر إن أنا أشتغل الشغل ده؟ عشان لازم تنجحي. النجاح هو الحاجة الوحيدة اللي هتغير حياتك، يخليكي تختاري صح بحرية. أنا لازم أمشي قبل ما نتغدى سوا. مستحيل. لا معلش أنا أسفة مش هقدر. ليه؟ أنا قلت حاجة زعلتك؟ بالعكس ده كل كلامك صح. خلاص يبقى نتغدى سوا ونروح نستلم الشغل وبعدين أوصلك. أهو ده بقى القرار اللي مالكيش حق الاختيار فيه. أوكي. مين؟ تليفونك مقفول؟ أصل التليفون فصل شحن وما ينفعش تدخل عشان محدش هنا. سمر انت ليه بتتهربي مني؟ ممكن نتكلم في الحكاية دي بعدين، بس ما ينفعش تدخل وأنا قاعدة لوحدي. وأنا مش همشي. مش همشي يا سمر، وهفضل واقف قدام الباب لحد ما اعرف انت ليه مش عايزه تردي على طلبي. وعلى فكره بقى انت هتبقى مسؤوله عن كل حاجه هتحصل، انت حره بقى. ممكن تمشي؟ مش همشي، عايز اتكلم معاكي. طب انزل ولا هحصلك. برضه مش هنزل، انا عارف كويس قوي ان انا لو نزلت انت مش هتنزلي ورايا. سمر في حاجات انا لازم اعرفها وافهمها. سمر عمري ما حسيت ان انا بحب حد بالشكل اللي انا فيه دلوقتي. عمري ما حسيت بحاجه اسمها حب ولا اعترفت بيها الا لما انت ظهرتي في حياتي وغيرتي لي كل تفكيري. بس انا مش اوعي تقولي انه مش في دماغك، لان انت بالذات مش ممكن تكوني كده. يعني ايه انا بالذات؟ يعني كل كلمه وكل حرف قريتها لك بتقول ان انت محتاجه حب، ومش اي حب كمان. ده كلام في مليون واحد بيكتبه، وكل يوم في الدار في كتاب ومؤلفين بيكتبوا، مش انا لوحدي. اه بس انت الوحيده اللي حسيت بكل كلمه بتكتبها.
شوق انتي فين؟ الحقني مش قادرة، تعبانة قوي بصراحة يا شوق، مش قادرة بموت. أنا ما قتلتش حد، أنا ما قتلتش حد. طب إيه اللي حصل؟ أنا بريئة بقولك، صدقيني والله ما قتلتش حد. ماما أنت عملتي إيه؟ فهميني. عبد الله ورا كل حاجة، هو اللي رتب كل حاجة، أنا ما عملتش حاجة. يعني إيه طيب؟ إيه اللي حصل؟ هو عايز ينتقم مني، عايز يوديني في داهية، عايز يوديني في سجن. ما تسيبينيش يا عيطن، ما تسيبينيش يا حبيبتي. لو قلتلك إني مبسوط وأنا معاكي هتصدقيني؟ ولو قلتلك إن أنا مش مصدقة حكاية إن أنت عمرك ما حبيت دي هتصدقني؟ صدقيني عمري ما حبيت. صعب، صعب في وضعك ده شوية، يعني أنت راجل غني وغني قوي كمان، يعني أكيد في ستات كتير قوي بتحاول تتقرب منك. أكيد طبعاً، وأنا استجبت لكتير حاولوا يقربوا منك. شفت؟ يبقى أنا ما كنتش غلطانة. كاميليا، أنت عشتي مع جوزك وعمره ما كان قريب منك، صح؟ صح. إحنا بقى اللي بندور عليه ما حدش هيحس ولا هيفهمه غيرنا إحنا الاتنين وبس. ابتديت أخاف منك. ليه؟ عشان صريح؟ عشان بتقول كلام كتير جوايا لكن ساعات ما بعرفش أعبر عنه. مش أنا غني وعندي ملايين، بس صدقيني الدنيا ظلمتني زي ما ظلمتك أنت كمان. أنا لازم أمشي. إيه؟ هتسيبيني؟ أنت ليه طول الوقت بتكلمني كأن في بينا قصة حب كبيرة وقديمة؟ ده حقيقي، إحنا عشنا قصة الحب دي جوانا وما كناش لاقيين اللي يستاهلها. دلوقتي خلاص أنا لقيتك ومتأكد إن أنت تستاهلي كل المشاعر اللي جوايا دي. أنت عايز إيه مني؟ عايز أعيش العمر كله معاكي. وأنت قلت لي إن أنا اللي هختار وأنا اللي هقرر. ده صحيح، بس مش قبل ما تعرفي عني كل حاجة وعن حقيقة مشاعري ناحيتك. ده مش هيحصل طبعاً إلا ما نكون قريبين من بعض. طب ممكن تسيبني اروح؟ مش قبل ما نروح المشوار اللي وعدتك بيه. انا مش هسيبك لما اتاكد ان انت حطيتي رجلك على اول الطريق السليم. اتفضلي. انا كلمت لك المحامي وعرفت منه ان انت تقدر تتخذ اجراءات عشان تشوف ابنك. انا في اجراء واحد بس دلوقتي عايز اعمله، اللي بيها ان انا احقق اهم حلم في حياتي. ايه هو؟ اتجوزك. انا خلاص عملت حسابي ان احنا اخر الاسبوع ده نكون في بيت. على فكره انا كنت عايز اقول لك كده من غير ما تقول. انا من هنا ورايح مش عايزاك ولا تخطط ولا تفكر ولا تتعب نفسك. انا هظبط كل حاجه. انا خلاص عرفت طريقي وماشيه فيه ومش هستغنى عنه ابدا. حاجه كمان اهم حاجه، يعني انا كلمت دكتور محمد وخلاص هو قالك متبرع مناسب قوي، وهو قابل ان هو يتبرع لك بالكليه بتاعته. بس انا من غير بس، من غير بس عشان خاطري. انا عايزاك بس تسمع الكلام، اوعى تقول لا. لا طب انا مستحيل ادي الواحد فلوس عشان يديني حته من جسمه، انا مش موافق على كده ابدا. تاني هنقول نفس الكلام؟ اه تاني. ولو سمحت يا نجلاء سيبيني الموضوع ده خالص لحد ببقى مستريح ان انا اعمله. لو عايزانا ناجل الجواز لحد على فكره. لا خالص، مش دي الفكره. انا عايزاك تخف، عايزك تخف عشان عايز اعيش معاك العمر كله. وعلى فكره يعني انت لو فاضل لك يوم واحد بس انا برضه هتجوزك. لا والله قاعد ولا على بالك تسمع لي مزيكا ولا همك البنت اللي كانت هتموت نفسها عليك، مش كده؟ بقول لك يا مارو،
أنا شارب سيجارتين عسل، مش طالبة أي فصلان. قشطة؟ وبعدين يا حبيبتي، أنت ما شاء الله عليكي، ما تخافش عليكي أبداً، عارفة بتعملي إيه كويس. لا والله، أبقيتش عارفة أنا هعمل إيه أصلاً في حياتي ولا بعمل إيه. أمال طوحة عامل إيه؟ كويس، كلمته من شوية وهنزل قبله بعد ما أسيبك. طب دي حاجة جميلة. في ايه مالك؟ ماما تقبض عليها، مش عارفه اتصرف، مش عارفه اعمل لها حاجه. طب بس اهدي اهدي خالص، ما تقلقيش. اهدي يا ايتن، اهدي كده وفهميني ايه اللي حصل بالظبط. يلا عشان تاكلي. ماليش نفس. لا لازم تاكلي، انا اسمع ان الحامل لازم تتغذى كويس عشان البيبي. انا بفكر انزل اللي بطني ده. تنزلي ايه انت مجنونه؟ لا مش مجنونه ولا حاجه يا بنتي. انت مش قلتي لي ان انت متجوزه رسمي؟ اه رسمي. والزفت اللي انت متجوزاه دوت غني وعنده فلوس كتير؟ خدي كل. لا مش عايزه. ايوه ستي عندي فلوس كتير. خلاص يبقى خليه ونطلع عين ابوه وناخد اللي وراه واللي قدام. الفكره يا شقة مش اللي وراه واللي قدام، انا اصلا مش عايزه ابص في وشه، مش طايقه اشم ريحته تاني. مش عارفه هتفضلي تتصرفي بعبط لحد امتى. اوعي تعملي كده، اللي ربنا يديله هديه وما يقبلهاش هيفضل ندمان طول العمر. اسمعي كلامي، هو ايه اللي بيحصل في بيت خليل؟ وانت ما تعرفيش؟ لو النبي. مش خليل هتتجوز. يا دي المصيبه، ومين اللي وقع الوقعه السودا دي؟ جمال. يا دي النيله المنيله بستين نيله. لا 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 لا، شفتي كهن النسوان؟ الوليه فضلت وراه لغايه ما جابته الارض. بقول لك ايه؟ انا هقول لك نصيحه للخير والله. بنتك دي طيبه وهبله، قطه مغمضه، الناس دي ما تنفعهاش. قلت لها يا اختي انما هي اللي ماسكه فيه بايدها واسنانها. لا بقول لك ايه، انت لازم تنصحيها، ضحك عليها وهي عبيطه وهي لسه ما تعرفش. انصحيها يا جمالات. غلطت، انما ما فيش فايده فيها بقى. طب ده انا عايزه اسالك سؤال بس تردي من غير كده لف ولا دوران. انت عارفة عني ان انا بلف وادور؟ بقول لك ايه؟ عبد الله راح فين؟ قطع وقطعت ايامه، رد السجون. ده كان هيضحك عليا لولا ربنا، ربنا انقذني منه. انقذك؟ يا سلام يا خليلة، والله الواحد ما عارف يقول ايه ولا عارف اقول لك
على السعاده اللي انا حاسس بيها دلوقتي. تسلم ايديك يا حبيب. سيبك بقى من الكلام ده، احنا عايزين نقعد كده نفكر ونعرف هنعمل ايه مع الراجل اللي ما اتصلش بينا لحد دلوقتي. الراجل مين؟ عزت بيه طبعا. لا فيه ولا فيه يا خليله. يو احنا في وقته. انا بقى مش هرتاح ولا يهدالي بالا لما اعرف الراجل ده هيعمل معانا ايه، هنشتغل معاه ولا لا. خلاص اقول لك على حاجه، بكره انا هتصل بيه واسال واستفسر. لا لا تتصل ولا تقرب من التليفون، هو قال هو اللي هيكلمنا، سيبه لحد ما هو يتصل بينا. يا ستي مش جاهز الراجل ده، عايزنا نلح عليه شويه. لا يا جمال، هو لا عايز حد يزن ولا يلح عليه، تلاقيه دلوقتي كده عمال بيقلبها في دماغه وبيفكر وبيحسب حساباته وفي الاخر يقرر اذا كنا هنشتغل معاه ولا لا. شكلك كده زي ما تكوني عارفه ايه اللي لازم نعمله بالظبط. اقول لك الحق، انا اول ما بصيت في عين الراجل ده عرفت هو عايز ايه بالظبط. طب وفهمت ايه منه؟ هقول لك فهمت ايه. الراجل ده له ميزان واحنا دلوقتي ميزان، بس ميزاننا عنده لا عدل ولا مايل، مستني شويه كده لحد ما يتظبط وساعتها هو اللي هيقرر ان احنا نشتغل معاه ولا لا. ايه ده؟ مين هيجينا دلوقتي؟ مش عارف. طب شوف. مش ده بيت الست خليلة؟ ايوه هو. عزت بيبي ميسي وبيقول لكم الف مبروك. اه اتفضل اتفضل حط الحاجة هنا. قول للباشا ربنا يبارك فيه واحنا خدامينه واللي يؤمر بيه عينينا ليه. تحت امرك يا شكلي. عن اذنكم. اتفضل. شكرا كتر خيرك انت وهو. اتفضل. ايه ده بقى؟ ده الرد يا جمال. ده الرد؟ ده الرد. الو ايه يا ميرا؟ في ايه عمالة اطلبك ما بترديش عليا؟ انت كويسة؟ لا 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 بالراحة عشان اقدر افهم الكلام. الو الو مساء الخير. مساء النور. ايه ده في ايه؟ مالك؟ تعالي هنا. ايه؟ ابدا متضايقه شويه. ليه؟ ايه اللي حصل؟ اختك ايتن مالها؟ قابلتيها وقالت لك حاجه مش لطيفه؟ يا ريت. امال امها دخلت السجن. يا بزرتي السودا، امها دخلت السجن ليه؟ ايه اللي حصل؟ تخيلي انها قتلت جوزها. يا لهوي، قتلت الراجل وعبته في اكياس؟ يا بزرتي السودا، وانت عرفتي ازاي؟ الهانم ايتن. ايوه. جت النهارده عند احمد في الشركه وعرفت منها كل حاجه. وهي ايه اللي بيوديها عند احمد في الشركه؟ ما اعرفش، بس الواضح ان هما بيتقابلوا كتير ومن زمان. منى 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 الحقي ايتن. لا هي كويسه، هي امها اتسجنت. مين؟ لا لا لا، دي قتلت ابوها. جوز امها. لا احنا لازم نتقابل عشان نروح للبنت، حرام ما يصحش. يلا تعالي. ليه انت رايحه؟ فين؟ عايزه ايه؟ يلا بينا نروح لها. لا انا مش رايح لحد طبعا. يا بنت عيب، دي اختك عيب. بقول لك ايه، انا اول ما شفتها في المكتب دخلت على احمد اترمت في حضنه وهاتك يا عياط، ما قلتليش حتى ازيك. معلش خليك انت اللي احسن. يلا بينا. لا وانا ابقى احسن ليه؟ انا هعمل كل واحد بمعاملته. يا بنتي عيب كده، حرام عيب، دي اختك. طب ما هو انا لازم اروح. طب انا رايحه. شعري اسود ومنيل، قتلت الراجل، دي هتتشنق. الحقيقه موقفها صعب جدا لان في شاهد على كل اللي حصل. ابنه كان موجود وشاهد انها قتلته، كانت عايزه تقتل اللي معاها كمان. لا 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 مستحيل مستحيل مامي تعمل كده، مستحيل. احنا مالناش دعوه بالمستحيل او مش مستحيل، احنا لنا دعوه باللي قدامنا يا مدام ايتن. الشهود بتقول ان هي اللي قتلته، وبعدين الجثه اتحولت للطب الشرعي، هناك بقى يقولوا كلمتهم. لا ما ينفعش، مامي لازم تخرج. اهدي يا ايتن، اهدي اهدي، ان شاء الله يكون كله خير. يا متر يا متر شوف لنا اي سكه. سكه زي ايه يا احمد بيه؟ اي سكه اي سكه يا متر. انت عارف احنا مش عيله صغيره زي ما انت عارف، وشغلنا في السوق واسمنا كبير، وانا بيني وبينك انا اسمي خاف عليه، انا خاف اسمي يتهز في موقف زي ده. ارجوك ارجوك شوف لنا اي طريقه وباي تمن، اعمل اللي تقدر عليه وانا هظبطك. والله يا احمد بيه الحكايه محتاجه تفكير شويه ودراسه القضيه. فكر
فكر وادرس زي ما انت عايز، خد وقتك ان شاء الله يكون خير. انا مش هوصيك يا متر، ما تقلقش. طب انا عايزك تعدي في المكتب، عايزك في موضوع مهم جدا. زي ايه؟ لا موضوع كده هبحكيه لك لما تجيلي ان شاء الله، بس موضوع لو فهمتني فيه مظبوط هحلي لك بقك. نورت الدنيا يا متر. سعيد حبيبي. شكرا. كاميليا، انت بتعمل ايه هنا؟ ايتن، ايتن يا كاميليا في موقف زي دوت وعايزاني اسيبها؟ انت مجنونه ولا ايه؟ غريبه، اول مره اعرف انك اتغيرت يعني وبقيت راجل. سكر، ما تسكت لسانك شويه. ايتن يا حبيبتي، انت كويسه؟ صحيح اللي احنا سمعناه ده؟ ايه ده؟ انتوا اللي جايبكوا هنا؟ انتوا جايين هنا تعملوا ايه؟ انا ما طلبتش حد فيكم يقف جنبي. مش مصدقه اللي انت بتقوليه ده يا ايتن. احنا اخواتك ماما حصل لازم نقف جنبك. اخواتي ايه وبتاعي؟ انتوا جايين تشمتوا فيا. نشمت فيكي ازاي؟ احنا اهلك. انا ماليش اهل. لا يا ايتن، لا لا مش للدرجه دي يعني. يا جماعه في ايه؟ انتوا اخواتي ما ينفعش تعملوا كده مع بعض. ما تزعلوش منها. هي طبعا اعصابها تعبانه بسبب الموقف اللي حصل لها ده. لا انا اعصابي مش تعبانه. انا كويسه. انا كويسه قوي. وعارفه كويس قوي انا بقول ايه وبعمل ايه. او تكونوا جايين فرحانين فاكرين ان احنا وقعنا. لا خالص، مامي بكره تخرج وكل حاجه هترجع احسن من الاول كمان. وهو ده اللي احنا بنتمناه. مامي بقول لك ايه، بطلي بطلي سهواكه. انت بالذات انا فهماكي كويس قوي. انا؟ ايوه انت. ده عايز تلعبي دور الكبيره العاقله اللي مسيطره على كل حاجه ومتحكمه في كل حاجه؟ امشي امشي اطلعوا بره يلا. انت بتطردينا؟ بس احنا الغلطانين عشان جايين خايفين عليكي وعايزين نقف معاكي. وخدي بالك احمد ده اول واحد هيخلع لو ما لقاش مصلحه من وراكي. الله جرالك ايه يا منى؟ في ايه مالك النهارده؟ برضه استنالك عليا كده ليه؟ ما تلمي نفسك، في ايه؟ عيب، ما يصحش كده. عيب ايه وزفت ايه؟ وانتي اخر كلام، لو احتجتينا هتلاقينا موجودين، مش هنقول لك لا عشان احنا اخوات. لو احتجتكوا؟ ده انا يوم ما احتاج لكم هموت نفسي الاول. انتي كده كده هتموتي ومحدش هيلحقك غيرنا. وانتي السبب في موت بابا. جالك وطلب منك انه يقابلك ويتكلم معاكي وانتي رفضتي. واكيد اتكلمتي معاه بنفس الطريقه اللي بتكلمينا بيها. تبين عليكي مجنونه. انا مش مجنونه. وعارفه وفاهمه كويس قوي انتي وامك عملتوا ايه. لكن انتي بقى اللي عايزاكي تعرفي حاجه عمرك ما فهمتيها ولا هتعرفيها. ايه بقى يا ترى؟ بابا لحد لما مات كان بيوصينا عليكي. كان دايما بيقول نخلي بالنا منه. وما نزعلش منك ولا نبعد عنك مهما عملتي ومهما حصل منك. كان دايما يقول لنا انه بيحبك زيك زي ميرا او زي اي واحده فينا. كان عنده استعداد انه يعيش سنين عمره كلها بعيده عنك ومستحمل قسوتك بس عشان يشوفك سعيده. كان دايما بيقول لنا اوعى نبعد عن بعض، لان لو بعدنا عن بعض هنتوه. عارفه ليه؟ لان بابا ما عملش غيرنا، لا عمل فلوس ولا اصحاب ولا لا حد يحب. ما كانش عايز اكتر من اننا نحب بعض ونحبه. خلصتي؟ يا ريت تكوني خلصتي الكلام لهبل ده عشان انا مش فاضيه لكم. يلا يا بنات. كارثه ومصيبه وقرف وقع على دماغنا. الناس هتقول ايه لما تعرف اللي اسمها ايتن اختنا دي امها قتلت جوزها؟ هي سمعتنا كانت ناقصه؟ يلا الحمد لله، مش كل اللي نعرفهم يعرفوا ان اللي اسمها ايتن دي تبقى اختنا. يعني ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يعني هنسيبها؟ نعم يا اختي؟ امال عايزين نعمل لها ايه؟ مروه، وانت مفيش اي حاجه بتاثر فيكي؟ يا ست بالعكس والله العظيم انا متضايقه لها جدا، بس لازم افكر في نفسي كمان. وانا لازم عشان اتضايق افضل اعيط عشانها؟ ممكن مش عايزه اسمع كلام. كفايه بقى كاميليا، انا هروح لها بكره. براحتك. انت ما بتحسيش؟ ما عندكيش دم؟ يعني بعد ما طردتك عايزه تروحي لها تاني؟ البيت اللي اسمها ايتن دي لازم تحس ان هي اللي محتاجه لنا، هي اللي تجري علينا وتقول لنا الحقوني، مش انت تروحي لها تاني. مروه ارجوكي اسكتي شويه. يا سلام، يعني كلمتي هي اللي وقفت في الزور. اه طب بصي بقى يا كاميليا،
بكره هتعرفي ان انا بقوله هو الصح. خلاص كاميليا، انا مش هسمع كلام البت دي. البت دي جبروت. عايزه الحق. اوعي تقولي انك موافقه على الكلام ده. جزء كبير من كلامها صح. ايتن لو ما حسيتش بينا وما حسيتش انها محتاجانا عمرها ما هتقبل اي حاجه مننا. مش مهم هي تقبل، المهم ان احنا نعمل اللي علينا وخلاص. خلاص شوفي ايه اللي انت عايزه تعمليه وانا معاكي. راحه فين؟ عايزه اقوم انام، تعبانه شويه. طب ممكن اتكلم معاكي 10 دقايق؟ ماشي. مالك يا كاميليا؟ انت زعلانه عشان شفتي احمد هناك؟ لا 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 خالص، انا بس مستغربه يعني ايه اللي عرفه على ايتن وايه اللي خلى رجلي تاخد على هناك. هو لسه في دماغك؟ لا، بس انا بتفرج على كل حاجه حواليا بشوف قد ايه كنت عبيطه ومش شايفه حاجه. وانت عايزه ايه بالظبط؟ يعني ايه؟ يعني عايزه ايه من نفسك وعايزه ايه من الناس؟ عايزه توصلي لايه؟ انا مصدومه من نفسي قوي، عملت حاجات كتير من غير هدف. يعني اتجوزت عشان بابا يبقى مبسوط، ولا انا كنت مبسوطه ولا قدرت اساعد الراجل اللي معايا. بس دي حاجه خلصت خلاص يا كاميليا. لا، دي خدت احلى سنين عمري اللي مش هعرف اعوضها. انا كان عندي 17 سنه لما امي ماتت. فجاه حسيتني بقيت في دوامه، حسيتني كبرت 100 سنه. بقيت ببص لكم وانا مش عارفه المفروض اعمل ايه. بابا قال لي انت بقيتي مكان مامتك ولازم تاخدي بالك من اخواتك. بقيت ابص لكم مش عارفه اكون ام ليكوا ازاي، وازاي انا اقدر اعيش سني. بقيت مقسومه نصين، نص بيتخانق مع نص. أنا عارفة إني ظلمتكم، بس ما هو أنا ما كنتش أعرف المفروض أعمل إيه. اتعاملت معاكم بكل الخوف اللي جواي، خفت عليكي وعلى صمر، ما خليتكمش تعيشوا سنكم. معرفش أعمل إيه، خفت على نجل ومرضها لدرجة إني عقدتها وبقت مش قادرة تنزل من البيت. خفت على مروة لدرجة إنها بقت متمردة عليا. خفت عليكوا كتير لدرجة إني خايفة تكونوا كرهتوني. وخفت على ميرا لدرجة إنها بقت مرتبطة بي، خايفة تكونوا كرهتوني. إنتي بتقولي إيه؟ إيه اللي إنتي بتقوليه ده؟ عارفين أنا اكتشفت إيه؟ إيه؟ إني اتجوزت عشان أهرب من المسؤولية، أهرب انكم تكونوا مسؤولين مني. تعرفي انك هبله يا كاميليا؟ عارفه. على فكره بقى، انت عمرك ما ظلمتينا ولا كنت السبب في اي حاجه وحشه حصلت لينا. بس الحقيقه احنا كلنا مبسوطين وانت قدامنا كده قدام عينينا. ربنا يخليك لينا يا احلى اخت في الدنيا. الدنيا ريشة في هواها،
طيران بغير الجناحين، واحنا النهارده سوا وبكره هنكون فين؟ في الدنيا، في الدنيا. خلاص انا ما عنديش مانع، وانا وعد حضرتك ووعد الحر دين عليه انك هتنبسط مننا قوي. اه الاستاذ جمال ساكت يعني؟ لا باشا، احنا تحت امر سعادتك، يعني احنا من ايدك دي لايدك دي تعملنا كده احنا تمام. طب اتفضلوا اقعدوا. متشكرين. انا عشان خاطر الست خليله وعشان انا متاكد منها اللي طلبتوه هيبقى جاهز من بكره الصبح، بس عايز اشوف الهمه بقى. اطمن يا باشا، وراك رجاله. خلي بالك اي حد هيشتغل معاكي انت المسؤوله عنه. طبعا يا باشا انا المسؤوله، ولو اي حاجه حصلت احنا لا شفناك ولا عرفناك ولا لينا علاقه بيك من اساسه. ليه؟ هو انت فاكره ان انا هسيبك لوحدك مهما حصل؟ مش فاهمه حضرتك تقصد ايه. يعني طالما بتشتغلي معايا وولائك كله ليا لا يمكن هسيبك. يا باشا احنا خدامينك ولينا الشرف. لا انا ما بشغلش خدامين عندي، انا اللي يشتغل معايا لازم راسه تبقى مرفوعه لفوق، وطالما شايف شغله كويس يبقى هيبقى عالي عندي قوي. الشغل بتاعنا اساسه العدل، العدل هو اللي هيخلي المؤسسه اللي انا بنيتها على كتافي متماسكه، ولا يمكن هظلمك ولا اظلم الاستاذ جمال ولا اي حد بيشتغل معايا، وكل واحد وليه مكانته. يعني لازم تعرفي كويس قوي ان احمد مكانته اعلى، وكل ما حافظتي على مكانه غيرك كل ما حافظتي على مكانتك وعيلتي. وافتكر الاستاذ جمال موظف حكومه وعارف التدرج الوظيفي كويس. طبعا يا باشا كل كلام سعادتك مظبوط، بسم الله ما شاء الله، ده انت ولا عقليه مدير عام والله. اه بس احنا بقى غير الحكومه خالص، احنا بنرفع الناس سلمه بناء على الكفاءه والشغل اللي بيقدمه للمؤسسه. اطمن يا باشا ولا يكون عندك فكره. الاهم من كده بقى الولاء، الخيانه يعني الموت. اتفقنا؟ نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. ولا الضالين آمين. حضرتك ما عندكش فكرة أنا مبسوطة قوي إن حضرتك وثقت فينا. يعني مبسوطة يا ست خليلة؟ قوي يا باشا. طيب ابعتيلي متولي ولا لسه ما بيقدرش يمشي؟ ولو ما يقدرش ده يجي لحضرتك على رموش عيونه. نستأذن بقى حضرتك، احنا خدنا من وقتك كتير. يلا يا جيمي. جمال أمورنا يا باشا. أنا ما أحبش اللي يشتغل معايا ما يبقاش لي دور. لازم تثبت لي إنك جدير بالشغل معايا، ماشي؟ هتتبسط، هتتبسط بقى يا باشا والله. هنشوف. السلام عليكم. أنت جاية ليه؟ رايحة تعملي إيه؟ وهتقولي إيه؟ أنا رايحة عشان أعرف أيضاً وأخبارها إيه. بتضحكي على نفسك، أنت رايحة عشان تبقي معايا، لسه في حتة في قلبك عايزة تبقى قريبة منه. لا أنا فعلاً قلقانة على أيضاً. آه أحمد مقصر فيا، بس أنا خلاص شلته من دماغي، ولو في حاجة جوايا ناحيته مش أكتر من إنه ابن عمتي. بقولك ايه؟ ابعتي لي يا ابو كرم، قولي ان انا عايزه بسرعه بسرعه. انت مش هتبطل جنان بقى ولا ايه؟ لا مفيش جنان ولا حاجه، انا عاقل وعارف انا عايز ايه كويس.
والله تبقى عبيط لو زعلت مني. عادي يعني تعصب شويه وبتاع وقلت لك مش عايزك، لكن انت عارف انت عندي ايه. انا عمري ما استغنى عنك يا عادل. كلمه وطلعت وجت في وقتها. سامحني يا احمد، انا مش هينفع اشتغل معاك تاني. انت متضايق عشان كمال يا صح؟ هتلف لي وهتمثل لي فيها؟ ما تفضفض معايا يالا وافتح لي قلبك، ها؟ نسيت احمد بتاع زمان؟ حبيبك؟ شقك؟ بتاع الحاره؟ هو فين احمد بتاع زمان؟ بتاع الحاره اللي انت بتقول عليها. اللي حاره كنا اولاد بلد عندنا شويه عادات وتقاليد كده عايشين بيهم، هم دول اللي كانوا باقيين لنا بس. عادات ايه وتقاليد ايه بس؟ والله العظيم يا عادل، والله العظيم زي ما بقول لك كده، انا اللي بعمله ده في مصلحه كاميليا. ايوه كاميليا دي لما تتجوز واحد زي عزت باشا ده هتتبسط، هتفشل يومين. انت جوزتها له كمان؟ يا ابني دي كاميليا، كاميليا احمد. ايه اللي كاميليا؟ كاميليا يا احمد، كاميليا يا احمد، مالها كاميليا؟ حلوه؟ هي حلوه اه ما اقدرش انكر، بس يعني زي ما تقول كده دماغها فاضية. يعني انت ما بتحبهاش؟ كنت واحنا عيال صغيرين ما اقدرش انكر اه، بس اللي هو عارف انت اللي هو الحب بتاع اعدادي وثانوي دوت، يعني اللي هو الواد بيصاحب الموز عشان يتمنظر بيها قدام اصحابه بتاعه والكلام دوت. وبعدين بيني وبينك موضوع ان هي ارمله ده عامل بيني وبينها حاجز. يعني انا حقك يا ابو حميد، يعني انك يعمل حاجز وبراحتك يعني، بس اللي مش من حقك انك ترميها على عزت يعني تعتبر كاميليا حاجه مش مهمه وترميها كده. وبعدين قريتها بعد ايه يعني؟ مبادئ القيم اللي كنت لسه بكلمك عليها. يا ام القيم والمبادئ اللي انت وجعت بيهم راسي يا ابني. اسمع انا هجيب لك الناحيه. انا هقول لك على حاجه، اعمل نفسك مش موجود خالص ماشي؟ ها؟ يعني اكنك مش شايف حاجه قدامك يا عادل، وبعدين ده موضوع يخصني انا ما يخصكش انت يا اخي. ازاي يا احمد اللي انت بتقوله ده؟ اذا كانت كاميليا بنت خالك فهي عشره العمر وتربيه معانا وقريبه لينا، وبعدين لو هي حصل لها اي حاجه انت مش هتزعل؟ رد عليا، مش هتتضايق؟ عايز ترميها لعزت؟ ارميها لعزت؟ طب ايه رايك بقى؟ ان هي مبسوطه ومتكيفه من الليله دي. كانت معاه امبارح خلاص؟ وافقت انها تشتغل الشغلانه اللي واجبها بتاعت دار التربيه معرفش ايه. ماشي؟ وممكن جدا بكره تيجي تقول لي ان انا اللي عايز اتجوز عزت، ساعتها بقى يا بطل انت هتعمل ايه؟ مش هيحصل يا احمد، مش هيحصل. ادخل هيحصل وهتشوف، وبكره تقول احمد قال، ولو ما حصل كيمو. انا ما لقيتش السكرتيره بره. مش ممكن يا سبحان الله، والله العظيم كنت لسه في سيرتك حالا، حتى اسالي عدوله، والله زي ما بقول لك كده، تعال. ازيك؟ عامله ايه يا كاميلا؟ انا همشي. ليه؟ مش هتسلم عليا؟ احنا بقالنا يومين ما شفناش بعض. انت كويسة؟ دي أهم حاجة، عن إذنكم. عملت إيه مع أيتن؟ أيتن؟ آه أيتن، كله تمام، أنا ظبطت لها كل حاجة. جبت لها محامي وهيبقى معاها وهيخلص لها كل الحاجات، ما تقلقيش انت بس من الموضوع ده خالص. انا قلت كده برضه. شكرا. سلام. ايه اللي شكرا سلام؟ كاميلي هو انت كنت جايه عشان الموضوع ده بس؟ والله ما فاكره انا كنت جايه عشان، بس كنت جايه عايزه طلب تاني. يعني شايفه انك علاقاتك كبيره وناس واصله، وميرا غايبة عن البيت بقالها فترة وبتكلمني من تليفون غريب، وكنت بقول يعني لو تقدر انك تساعدني عشان نعرف هي فين او نوصلها، لانه انا قلقانة. طيب واجب نعرف صح هي فين. ايه ده يا كاميليا؟ انا بس اهدي بس شوية، انا والله بس الفترة اللي فاتت دي انا كنت مشغول شوية انا اسف، بس اللي انت عايزاه كله انا هعمله. هكتب لك رقمها بس اوعى تنسى عشان انا خايف عليها. سلام.
في الحقيقة يا أستاذ مروان أنا جاي أتكلم معاك في موضوع هو مش وقته خالص بس لازم تسمعه. سامعك. أبوك الله يرحمه ما كانش حابب أبداً ارتباطه باللي اسمها زينب دي. أنت إيه علاقتك بالموضوع ده أساساً؟ لا أنا هقول لك كل حاجة في وقتها. الله يرحمه والدك كان صاحبي جداً وعشرة عمر وكان واخد شيكات من اللي اسمها زينب دي مضيع له عليها وكان عايز يخلص الموضوع ده بس عايز يخلصه بعيد عنه خالص فاختار ان انا قصدني قال لي عبد الله خد الشيكات دي وروح خلصها من زينب انا رحت لزينب وضغطت عليها وكتبت لي ساعتها تنازل بالشركه باسمي انا وانا ضحكت عليها ما ادتلهاش الشيكات وقلت لازم اديها للمرحوم بس ساعتها كان مات اتفضل يا ابني زينب دي حية عقربة خلصت على ابوك وضحكت عليا لولا ان ابوك كان اشطر واذكى مني كان زمانه دلوقتي متشعلق في حبل مشنقة لا ده انا عايز اعرف كل حاجة بالتفصيل وبالراحة انا اللي عاوزك تعرف اهم حاجة انك شفت ابوك بيتقتل قدامك ابوك مات مسموم الست دي يا مروان لازم تتعذب على الاقل تاخد فيها اعدام ابوك كان راجل طيب يا مروان كان راجل طيب وهي ست قويه وعفيه عاوزه تاخد فلوسه الفيلا الشركه نقلت الاحساس ده حتى لبنتها اللي اسمها ايتن ايتن كانت عايزه تسيطر على الشركه عايزه كل حاجه عايزين يخلوا ابوك على الحديده انا قلت له الكلام ده 100 مره شفت انت بتقول ايه انا متأكد واثق 100% انك مش هتسيب حق ابوك خالص الست دي لو ما ماتتش في السجن وخرجت انا هقتلها بايدي لا تقتل ايه احنا وش كده برضو احنا هنصلح الغلط بغلط مروان انت كان والدك الله يرحمه قال انك انت متجوز بنتها الصغيره صح حلوه قوي الكلام ده عاوزك بقى مروان تنتهز الفرصه دي كويس قوي انت تمسك البنت الصغيره دي من رقبتها تخليها زي ما تكون رهينه عندك تعذبها ما تسيبهاش الا لما تاخد اعتراف رسمي قدام النيابه من زينب ان هي اللي قتلت ابوك لازم يا مروان لازم مفيش حد في الدنيا هياخد حق ابوك غيرك انت يا ابني عندك حق برافو عليك يا مروان برافو عليك ابن ابوك ايه يا ابو كرم الحاجه المهمه اللي انت عايز تقولها لي جمال وخليله مالهم كانوا عند عزت بيه كانوا بيعملوا ايه عند عزت؟ خلي بالك يا احمد انا عايز اقول لك حاجه مهمه. عزت بيه مالوش عزيز ومن مصلحته ان احنا نتخانق مع بعض عشان يفضل هو فوق. ما تنساش كمان ان متولي مش ناسي ان انت السبب في كسر رجله. طب بص يا ابو كرمه انا عايزك تعرف لي ايه اللي هيحصل بالظبط. يا سلام من عليا وحاجة تاني وجيه انت يا اخي ازاي بتقدر تعرف انا عايز اقول لك ايه؟ يا باشا انا خدامك بص احمد بيه السياسة زي المخدرات بس المكاسب اللي بتيجي من ورا منها اكتر بكتير مما تتخيل ده لو انت عارف عايز ايه ورايح فين بس الحكاية دي يا أبو كرمة
عايز هدوء وروقان بال ومخمخه عشان افهمك واحده واحده واقدر اوزن الامور صح. هذه الحكايه من اولها لاخرها. طب وبعدين؟ ايه العمل بقى دلوقتي؟ الشركه بقينا براها والشيكات معاه وانت اهو دلوقتي في السجن. اعمل انا ايه؟ عبد الله، عبد الله لازم يدخل السجن، لازم يتعلق في حبل المشنقه، لازم يعرف ان اللي عمله ده مش هيعدي بالسهل ابدا. ازاي؟ معرفش، بس اكيد في حل. انت ازاي سبتيه يعمل فيكي كده؟ ازاي ضحك عليكي؟ غباء، كنت غبيه، كنت فاكره ان بكده هحقق اللي نفسي فيه كله، هخلص من سمير واخد الشركه. انت عارفه ان مروان قال للامن لو شافوني بقرب بس من الشركه يرموني بره؟ طب والمحامي؟ المحامي قال لك ايه؟ المحامي مش مطمن، بيقول ان الموضوع مش سهل خالص، بس احمد راح له وقال له يتصرف يلاقي حل. ما تثقيش في احمد، احنا مش ناقصين بلاوي. هو انا بثق فيه بمزاجي؟ انا مضطره اثق فيه، انا مش لاقي حد غيره، هثق في مين يعني؟ مين اللي ممكن اتكلم معاه وابقى مطمنه له؟ انا هتجنن، مش قادره اصدق ازاي بعد السنين دي كلها لا قدرنا نعمل فلوس ولا علاقات ولا اصحاب. انا مضطره اثق في احمد، ما عنديش حد غيره واثق فيه. طب خلي بالك من نفسك. خلي بالي اعمل ايه؟ اراقبه ولا اجيب له 2 مخبرين يمشوا وراه؟ اعمل ايه يعني؟ مش عارفه، مش عارفه، انا هتجنن. وانا كمان خايفه وقلقانه قوي، انا ما بنامش، حاسه ان كل حاجه كانت غلط. اكيد كل حاجه كانت غلط فعلا. عارفه مين الوحيد اللي كان صح؟ بابا. ادخل. صباح الفل. اهلا اهلا يا منى، ده انا كنت لسه اكلمك حالا. ليه بقى يا ترى؟ ليه؟ كنت عايز اطمن عليك يعني عشان تعرفي بس ان مش لوحدك اللي من حقك تطمني على الناس. انا سالت عليك الدكتور وهو طمني وقال لي كمان ان نفسيتك بقت احسن بكتير. الحمد لله. ايه ده؟ انت سايبه شغلك وجايه تتكلمي معايا ولا ايه؟ اسيب شغلي ده ايه؟ انت فاكرني هبله ولا ايه؟ لا طبعا، انا ما ضيعش وقت ابدا. انا عارفه متاكده ان كل حاجه ماشيه زي ما انا عايزه واكتر كمان. لا افهم بقى. بص يا سيدي، عندي كده صحابي جدعان، عارفه لو حصل لي اي حاجه انهم هيبقوا في ظهري. طب قولي لي بقى الشغل ماشي ازاي؟ انا عندي مندوبين اصحابي كانوا بيلفوا معايا ايام ما كنت بلف في الشارع. بفضلك انت طبعا بقى عندي مخزن صغير، يجوا هما ياخدوا البضاعه وينزلوا يجيبوا لي التقرير وانا لم الفلوس. يعني خد بالك هبقى المنافس بتاعك في خلال سنه. تعرفي انا هبقى مبسوط جدا لو بقى عندك شركه خاصه بيكي. طيب ان شاء الله هيبقى ليا شركه قريب قوي. انا واثق من الكلام اللي انا بقوله ده. انا ليه عندك طلب ممكن؟ اتفضل قول. ممكن تتولي اداره الشركه عندي لغايه ما اقوم بالسلامه. ايوه بس انت هتخرج بكره او بعده بالكتير. ايوه بس انا هخرج من هنا على البيت ولسه في مشوار العلاج الطبيعي والشركه عايزه مجهود كبير وانا مش هقدر على كل ده لوحدي. ايوه بس قرار زي ده ممكن يعمل مشاكل كتير في الشركه. قصدك لؤي يعني؟ طبعا. يا شيخه لؤي ده اخره عندي اللي انت بتشوفيه كده. طب اقول لك حاجه الصراحه. الصراحه وضعه كده وحش قوي. قصدك ايه؟ مش فاهم. حاسه انك انت مشغله مرمطون بس باسم شغلانه تانية، صح ولا انا غلطانه؟ لا هو كده فعلا. اخص عليك يا مدحت، هو انا قصرت في حاجه؟ طب بص بقى، يعني معنى انك انت تخليني ادير الشركه يبقى انت واثق فيا. طبعا. طب مش خايف بقى ان انا استغل ده لصالحي؟ وانا مش هزعل. لا افهم بقى. هنا انا ليا عندك طلب. اتفضل قول. هتفهميني. انا اكتر واحده في الدنيا دي بتفهم الناس يا منى. انا محتاج حد جنبي. المحنه اللي انا مريت بيها خلت الواحد يفهم اللي ما فهموش ويعرف اللي عمره ما كان هيعرفه هو سليم. انا كنت متخيل ان انا عمري ما هعرف، لكن فجاه وقعت. ناس كتيره جت عشان تجاملني، لكن بعد ما قعد وقال الكلمتين اللي هم حافظينهم اختفوا، حتى التليفون ما بقاش يرن.
انت متضايق من كده؟ انا بس خفت من الوحده. انت عارفه ان انا كنت طالب من مروه ان انا نتجوز قبل الحادثه؟ اه عارفه. لو قلت لك دلوقتي ان انا مش عايزها خالص. ليه؟ عشان يعني ما سالتش عليك؟ لا لا، اكتشفت بس ان انا كنت بفكر غلط، لازم اعيد حساباتي كلها من الاول وجديد. انت بس عشان تعبان دلوقتي، بس اول ما تقوم بالسلامه هترجع زي الاول. لا لا صدقيني يا منى انا اتغيرت. طب سيبك من الكلام ده دلوقتي وقول لي عاوزني اعمل ايه. انا عايزك تديري الشركه بدالي. وهتتحمل اللي انا هعمله؟ انا متاكد انها هتبقى احسن من الاول كمان. طيب انا همشي بقى وابقى اطمن عليك. سلام. سلام. انت هتنزلي من هنا على الشركه على طول مش كده؟ لا طبعا، انا هنزل اشوف الموظفين بتوعي الاول، شغلي اهم من شغلك. انا بني ادمه واضحه وصريحه. ماشي يا منى وانا موافق. طيب بقول لك ايه، بدل ما انا حدير، ايه رايك استغل الحكايه دي لصالحي؟ وانا موافق على كل اللي انت هتعمليه. طيب سلام. مع السلامه. لا بالنسبة لسامح ده تشيليه من دماغك كأنه مش موجود في الحياة تماما، كأنه انتهى. أنا قلقانة أوي يا قلقانة. قلقانة وأنت مع حمادة، عيب عليكي. أنت إيه؟ لسه مش واثقة فيا ولا إيه؟ لا طبعا، أنا لو مش بثق فيك ما كنتش جيت لك وطلبت منك إنك تقف جنبي. شوف يا بيتي، أنا عايزك تطمني تماما، تحط في بطنك بطيخة صيفي. لازم تعرفي إنك في إيد أمينة، أو بمعنى أصح في إيد أحمد. المهم دلوقتي إحنا عايزين نظبط الأمور كلها. أنت ليك حقوق لازم نحافظ عليها، وخصوصا إن مروان أكيد حاطك في دماغه وعايز يطيرك يعني من الشركة ومن الفيلا، ولا إيه؟ أنا ما عادش ليا أي حاجة. ما عادش ليا أي حاجة. يعني إيه مش فاهم؟ مامي اتنازلت عن الشركة لواحد اسمه عبد الله، والفيلا باسم سمير، ومامي متهمة إنها قتلته، يعني ملهاش إنها تورث فيه. يعني عايزة تفهميني إن أنت دلوقتي بقيت على الحديدة؟ يعني مش قوي يعني. لا تمام تمام، ما تلاقيش، كل حاجة هتتظبط إن شاء الله. أنا لو اتطلقت من سامح هاخد 1,000,000 جنيه المؤخر، بس هيبقوا كل اللي معايا. 1,000,000 جنيه؟ تمام. كويس. طيب قولي بس أنت عملت إيه مع سامح؟ الحقيقة سامح هرب. هرب؟ أنا مش عارف إزاي ده حصل. بصراحة أنا ما كنتش عارف أقولها لك إزاي، بس هذا اللي حصل. بس صدقيني أنا مش هسكت، أنا هقلب الدنيا لغاية ما أجيبه تاني. بقول لك يا أيتن، أنا عندي ميعاد دلوقتي، أروح وأرجع لك هتستنيني ولا؟ لا لا، أنا هقوم أمشي وهبقى أكلمك بعدين. ميرسي أوي. مالك؟ شكلك متضايق. لا خالص، مشاكل في الشغل بس مش اكتر، ما تشغليش نفسك. انا بقى مبسوطه قوي اني قاعده معاك. بجد؟ وانا كمان. تعرف ان انا طول عمري بسمع عن كلمه صداقه وعمري ما فهمت معناها غير دلوقتي، وبالذات بعد ما بشوف طريقتك معايا. ممكن اسالك سؤال وترد عليا بصراحه من غير لف ودوران؟ انا عمري ما لفيت ولا دورت عليك يا كمال. طب ليه دايما تكون متضايق من عزت؟
ليه كل ما بحس انه بيقرب مني او بيعمل معايا اي حاجه لطيفه ده بيضايقني؟ في حاجه انا ما اعرفهاش؟ ممكن اكون خايف عليكي، ممكن يكون مش عاجبني طريقته معاكي، مش اكتر يعني. بس كل اللي عايزك تعرفيه ان انا لما بقول لك على حاجه بلاش او شخص محدد بعيد عني يكون هدفي الوحيد مصلحتك مش اكتر. انا عارفه ومتاكده من ده، بس مش عارفه اقول لك ايه. انا حاسه اني مرتاحه لعزك، معرفش ليه. ممكن نمشي؟ لا انا لسه عايزه اقعد اتكلم معاك. إيه لو عايزه تقعدي تتكلمي معايا تبقى اسمعي كلامي، لما اقول لك على حاجه تقولي نعم من غير ما تناقشي معايا. الناس دي مش زينا وحياتهم غير حياتنا. طيب بس انا معرفش ليه مرتاحه لعزك، وبعدين في حاجه تانيه اهم من كل ده. انا واحده ست ارمله، وانا شايفه ان هو مناسب جدا ليا، وخصوصا وضعه ومركزه. انا في ناس كتير بتتشائم مني، محدش ممكن يعوز ان ابنه يتجوز واحده ارمله، وفي رجاله كتير ما بتحبش تشوف واحده ست ارمله. دول مش رجاله. امال دول ايه؟ دي الحقيقه. طول ما انت بتبص بالمنظور ده يبقى عمرك ما هتعرفي تقيمي نفسك كويس. عشان كده كنت عايزه اقعد اتكلم معاك. انا بقعد اتكلم ما تسمعيش اي حاجه. بس حطها على طول نصب عيني. اوعى تفتكر ان انا بعمل اي حاجه غير وانا بفكر في الكلام اللي انت بتقوله. لا انا مش عايزك تفكري، انا عايزك تسمعي وخلص. عايزه ده تبعد عني من غير ما تساليني ليه. ممكن؟ ممكن. ما تفتكرش انك هتعملي كده. ابدا. انا كل اللي كان في بالي اني اقف جنبيها مش اكتر. تعرف يا احمد ان انا وانت زي بعض بالظبط؟ علشان كده انا كنت فاهمه ايه اللي في دماغك بالظبط. وايه بقى اللي كان في دماغي؟ الشركه. انت كنت متخيل ان ايتن هتورث، وطبعا هتاخد ملايين، والملايين بتحب الملايين، صح؟ لا مش صح. فلتت منك دي يا مار. مشكلة بقى ان انا ما بحبش مدحت ده خالص، ولا حتى بحب وجهي. كل شويه بفكر لو اتجوزت مدحت ده هستفيد ايه، وبرضه لو اتجوزت وجهي هستفيد ايه. بس الأكيد إن أنا مش هستفيد حاجة من مدحت. بعد الجواز هيبقى عادي، ليل بنهار قدام بعض، فمش هاخد من اللي أنا عايزاه، ففيكس. أنتِ شكلك النهاردة جايالي وأنتِ واخدة حباية الصراحة. أنا جايلك عشان عايزة أظبط حياتنا مع بعض. عيقنا؟ أنا وأنت لو بقينا مع بعض هنكسر الدنيا وهنبقى فوق، فوق أوي. مش فاهم يعني ازاي. مثلا وجيه عايز بنوته حلوه وشيك يمشي يتباهى بيها قدام الناس. وجيه ما بيديش حد حاجه غير اللي هو عايز يديها وبس. وما تنساش اللي نعرفه عنه اقل بكتير من اللي ما نعرفهوش، وده مش حلو وخطر. وبعدين انا وانت لو بقينا مع بعض هنعمل كل اللي احنا عايزينه. تقصدي ايه يا مرة؟ يعني أنا عارفة أنت عايز إيه بالظبط. عايز فلوس، شركات، سلطة، تعيش مستريح وبالك مرتاح. وأنا كمان عايزة اللي أنت عايزه بالظبط. يبقى لازم أنا وأنت نبقى إيد واحدة. حلوة أوي. وعشان أنا وأنت نبقى إيد واحدة لازم نفضل مع بعض على طول. بالظبط. ابتديت تفهمني. وعشان نفضل مع بعض على طول يبقى حاجة من اتنين. يا اما نتشارك، وانت طبعا معكيش اللي تقدميه عشان نبقى شركة. سوري يعني مش قصدي. يا اما ايه؟ يا اما نتجوز. ما انت بتفهمها وهي طايره اهو. طب
وكاميليا. كاميليا؟ ومالها كاميليا إن شاء الله؟ كاميليا ممكن تتضايق يعني. تتضايق إيه؟ ده لو ما كانش كاميليا أصلاً قررت تبقى مع عزت. وهي كاميليا قررت تبقى مع عزت؟ يعني لو كاميليا حست إن إحنا قريبين من بعض أو هنتجوز ده خليها يعجل في قرارها من جوازها من عزت. إزاي بقى؟ علشان تحسسنا إن هي لسه مرغوب فيها وإنك أنت اللي خسرتها. يا بنت اللعيبة. أنا بقى عايز أسألك على حاجة. أنت تسألي على حاجات مش حاجة واحدة. مهتم قوي ليه بجوازة كاميليا وعزت؟ يعني بيني وبينك قلت أعمل حاجة بآخرتي نوفر راسين في الحلال وهو يبقى في ميزان حسناتي. يا ننوس عن أمك. شايف؟ شايف الدموية ازاي ردت في وشك بعد ما اتجوزت؟ عشان تعرف ان خليل ادمها ادم الخير. نورت يا ست سيدة. الله يخليك. اهلا بيكي، اهلا بيكي. اعمل لك شاي يا حبيبتي؟ لا يا حبيبتي، ده شاي ولا شربات تعالي عايزاك. خير يا رب. بردي يا حبيبتي؟ نعم. نقطتك يا عروسة. نقطتك يا عروسة. كتر خيرك يا اختي، خيرك سابق. اقعدي. عايزه اسالك سؤال بلا مؤاخذه يعني. اتفضلي اؤمري. جمال يا اختي النبي حارسه وصينه، ما اعرفش عبد الله اللي كان ساكن في عماره جمالات راح فين؟ هسالهولك. حاضر. اصله كان سالف مني 50 جنيه ومشي كده، اللي عرفنا له طريق جره ولا راح فين، وانا محتاجاهم قوي يا اختي. من عينيا يا سيده هسالهولك. سؤال تاني يعني ولا مؤاخذه؟ لا مؤاخذتك معاكي، اسالي يا اختي براحتك. انت مبسوطه في الجواز؟ قوي قوي يا سيده. طيب اصل انا قافله الباب ده من ساعه المرحوم، بس مش هقول لك بقى على الناس واقفه ازاي وزن زن زن. قلت اسالك اعمل ايه؟ اتجوزي يا سيد، اتجوزي يا اختي وخلاص. والنبي. اه. طب قولي لي بقى انت وقعتي جمال ازاي؟ ما وقعتوش، وقع لوحده. اقوم اعمل لك شربات ولا ليكي شوق في حاجه تانيه؟ يا اختي على كون النسوان مش عايزه تقولي عشان مبقاش زيها، انما والنبي والنبى النبي نبي لكن معدية قدامها ومعلقة في إيدي شاب قمر قمر ومنور كده وصغير وفرشتها. سمر سمر، إيه؟ جبت فستان الفرح. الله، وريني بقى. هيعجبك قوي. الله، ده حلو قوي 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 قوي. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك. المفاجأة الكبيرة بقى. ايه هي؟ مجدي حاجة صباعة كبيرة قوي قوي قوي، والفرح الخميس الجاي. يا مجنونة، الخميس اللي جاي على طول كده؟ اه. طب ما كنتي تقولي لنا بقى عشان نعمل حسابنا. أنا على عليا صراحة مش هعمل حساب أي حد، أنا وهو أهم حاجة في الدنيا دي كلها. يا بنت المجانين. مين دي اللي بنت المجانين؟ الهالة جابت فستان الفرح وحجزت القاعة وهتتجوز الخميس اللي جاي. بتتكلمي بجد؟ يا أختي جميلة، مبسوطة أوي أوي. أنكد عليكي بقى شوية؟ ما ينفعش يتأجل شوية الموضوع ده. لا ليه؟ إيه اللي ليه؟ مامة أيتن في الظروف اللي هي فيها دي وإحنا هنعمل فرح وزفة و... الله، وهي كانت عملت اعتبار لأي حاجة. بقول لك ايه يا حبيبتي، انسيها خالص وشيليها من حسابك. انا شفتها النهارده. انت رحت لها ولا هي اللي جات لك؟ ولا ده ولا ده، اتقابلنا صدفه. عملت ايه تاني؟ اتاسفت. اتاسفت؟ بس
صعبت عليا قوي، كانت مكسوره كده لدرجه ان انا كنت عايزه اخدها في حضني بس خفت. ليه؟ اللي ليه ما انت عارفاه؟ لا ولا اي حاجه بقى يا حبيبتي. بصي احنا زي ما احنا هنعمل الفرح هنعزمها كمان. بقول لك البت مقهوره على امها، تقول لها تيجي وسطنا ونقعد احنا نفرح وزفه وفرح، ايه المناظر دي؟ يا حبيبتي احنا هنعزمها، تيجي تقعد معانا وتتسلى معانا وتقعد بينا. والله جت اهلا وسهلا بيها، ما جتش بقى هي حره ومش عايزه تعرفنا، واللي عملته معاك يبقى حلاوته. يلا بدل ما حد يلا. انا عايزه كل الملفات الخاصه بالشركه وكمان الاسماء العملاء بتاعتكم. والله انا اسف جدا، حاجه زي كده لازم امر مباشر من الاستاذ مدحت. بس الاستاذ مدحت هو اللي طلب مني ان ادير المؤسسه بالنيابه عنه لحد ما يقوم بالسلامه، وتقدر كمان تتاكد من كده بتليفون صغير. انا مش بكذب حضرتك لا سمح الله، بس دي اسرار المؤسسه كلها، وصعب ان هي تطلع كده، ممكن يعمل معايا حكايه. ويعني من غير زعل وانا اسف يعني، وانا عارف انك هتقدري اللي انا بقوله ده، انا هروح لحد المستشفى اخد منه ورقه بامضته عشان ابقى خليت مسؤوليه. اتفضل. انا اذن حضرتك. تأمري بحاجه؟ لا شكرا. برافو عليكي. هو ايه اللي برافو؟ عرفت تلعبيها صح وخلتيه يعمل لك اللي انا ما عرفتش اعمله. ايه الكلام العبيط اللي انت بتقوليه ده؟ اوعي تفتكري ان انا زعلانه، والله انا مبسوطه، على الاقل واحده فينا عرفت تحط رجليها. مروه انا بتضايق من الكلام اللي انت بتقوليه ده. جرى ايه؟ وانت عبيطه؟ انا عايزاك تلعبيها صح زي ما بتلعبيها. الشركه دي مش صغيره، واسم مصنعها في العالي، يعني احنا نقدر نستفيد استفاده مش طبيعيه. خليكي شاطره كده وركزي، هو دلوقتي حاطط كل ثقته فيكي، وانت الكل في الكل. خديه تحت جناحك لحد ما تفضلي قاعده مربعه. انت تسكتي خالص، مش عايزه اسمع الكلام الرخيص اللي انت بتقوليه ده. انا هنا بس عشان اراعي مصالح الشركه مش اكتر، واول ما يقوم بالسلامه ويقعد مكانه انا هسيب كل حاجه، انت فاهمه؟ هو انت عبيطه؟ لا مش عبيطه، وعارفه كويس قوي انا بعمل ايه. يبقى انت قصده ان انت تعملي كده علشان تثبتي له ان انت فعلا مش عايزه منه حاجه، صح؟ طب ما هو انا فعلا مش عايزه منه اي حاجه. جرايه يا منى، هو انت قافشه عليا كده ليه؟ مروه انا مش عايزه اسمع منك الكلام ده خالص بجد، انا بزعل عليكي. ليه بتزعلي عليا؟ ان شاء الله انا زي الفل. مش حابه اشوفك كده. لازم تعرفي ان الراجل ده لو اسوأ واحد في الدنيا وقف جنبي، وانا لازم ارد الجميل مش اكتر. وقف جنبك انت على حسابي انا، الراجل ده كان بيفكر يستغلني وانا كمان هستغله. مش جايز لو كان حس منك انك مش طمعانه كان الوضع اختلف. هيختلف ازاي يعني؟ بصي يا مروه لازم تعرفي ان مدحت مش في دماغي خالص. ولا انا يا منى. مروه والله العظيم ما في دماغي، انا اصلا عايشه قصه حب عالميه. مع مين ان شاء الله؟ وجيه؟ وجيه مين يا ماما؟ لا 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 خالص مش وجيه ولا في دماغي. امال مع مين؟ احمد ابن عمتي. ايه انت مجنونه؟ ليه ان شاء الله؟ انت عارفه ان كاميليا كانت كانت ودلوقتي هيشيلها من دماغها. مش صح. لا صح. انت ازاي تعملي حاجه زي كده واختك كانت بتحبه؟ اعمل ايه؟ حبيته. اعمل ايه في مشاعري؟ مروه بطلي حركاتك دي وهاتي من الاخر. اخر ايه والجو بلدي القديم بتاعك ده ايه؟ انا واحمد حسينا ان احنا بنحب بعض وهنكون كويسين مع بعض. وكاميليا مالها؟ كاميليا كاميليا دي هتفضل زي اللقمه في الزور كده واقفه لي؟ وبعدين هو ما بيحبهاش وشايف ان هي ما تنفعوش، نتجوزها له بالعافيه عشان الست كاميليا ما تزعلش؟ لا يا ستي بس. بس ايه؟ طب ما انت اهو قاعده في مكتب مدحت واخده بالك من مصالحه وخايفه عليه ورايحه جايه تزوريه، وبكره لما يخرج المستشفى هتزوريه في البيت. مش مدحت ده كان هيموت عليا وعايز يتجوزني؟ قلت حاجه انا؟ الوضع يختلف. لا ما يختلفش، بس انت اللي مش واخده بالك. اقعدي يا حبيبتي على مكتب مدحت وخدي بالك منه كويس. خلاص؟ سلام. خدوا الواد ده ورمولي في اي داهية. واحدة واحدة بقى عليا كده، قول لي من الأول عشان أنا عايز أفهم. مش محتاجة فهم. لا محتاجة أبو كرمة. ماشي يا ابو حميد. بص يا ابو حميد، الدنيا دي كلها بتدور في ساقيه واحده. اللي بعده ابو كرم. واللي بيدور الساقيه دي يتعدوا على الصوابع. يا ابو كرم اللي بعده. محدش فيهم يقبل ان اي حد يركب مكانهم الا اذا كانوا متاكدين انه منهم وزيهم. وكل واحد فيهم ليه الرجاله اللي بيشغلوا لهم مالهم ويجيبوا لهم الفلوس لحد عندهم من غير ما يتعبوا. مش عارف ليه يا ابو كرمه انت دايما بتحب تلف وتدور عليا، ما تجيب من الاخر يا عم وتخلصني. اوكي يا ابو حميد،
واحد زي الجبالي ده ثروته 16 مليار، تقدر تقول لي جابهم منين؟ اوعى تقول لي جابهم من بيع السواطير والسكاكين اللي هو بيصلحهم. تقصدي يعني من الممنوعات؟ لا ممنوعات يا ابو حميد، الممنوعات دي بقت موضه قديمه خلاص. امال ايه؟ من تشغيل الدماغ، تشغيل الدماغ والقدره على معرفه الوضع اللي هو فيه. واحد زيك انت مثلا اهو طلعت في اقل من شهر، وده كله ليه؟ لانك فهمت اللعبه بتتلعب ازاي. صح. شوف ابو حميد، انت لازم تعرف الناس دي وتوصل لهم، واللي هيوصلك ليهم هو وجيه. وجيه وجيه. يعني تقصد دول ان وجيه ده عين من عينيهم؟ تمام. وجيه واللي زيه دول بيلعبوا لعبه كبيره قوي. عارف ايه هي يا ابو حميد؟ قول لي انت. السياسه والمال زي الرقاصه والطبال. الطبال مش ممكن يستغنى عن الرقاصه، والرقاصه مش ممكن تستغنى عن الطبال، وكل واحد فيهم عارف كده كويس وفاهم قوي الكلام ده. والنقطه تنزل تحت رجلين الرقاصه، يجي عيل صغير ملوش اي لازمه يلم النقطه دي ويحطها في عبه ويديها لصاحب الكباريه، وصاحب الكباريه يرمي لهم الفتافيت رغم ان هم اساس اللعبه. تقصد موجيه ده هو الطبال؟ بالظبط يا ابو حميد. مين بقى الرقاصه اللي بترقص والناس بتدفع لها دم قلبها؟ احنا يا ابو حميد. احنا زمان كانوا البيض بيستعبدوا السود ويشقوهم ويعذبوهم لغايه لما البيض ياخدوا الخير وهم بيتفرجوا عليهم كده وحاطين رجل على رجل، وبعد كده يسجنوهم يقتلوهم. لكن الوضع ده ما ينفعش النهارده. يعني لازم يفضل عبد تحت ايدي يعمل اللي انا عايزه من غير ما يحس. بالظبط. ولازم برضه يبقى حد عنده القدره وفاهم انه يطلع ويبقى في الصف الاول. وديك حاجه من اتنين، يا اما يتقتل عشان ملوش مكان، يا اما يوجد لنفسه مكان. الله ينور عليك يا ابو حميد، الحمد لله على السلامه يا اخي، اخيرا فهمت. بس احنا كده يا مكرمه، احنا كده ممكن نروح فيها، الطريق خطر، لو حاولنا نوصل ممكن نروح فيها. احنا لازم نوصل، ولما نوصل مش هنفكر في حد تاني. تفتكر ان احنا هنقدر نوصل؟ لازم نوصل حبيب ابو كرم. حبيب ابو احمد.
ماله يا احمد؟ مش وحش. ما هو انا زي ما كنتش واخده بالي منه من زمان. يا ترى ايه اللي في مخك يا مريم؟ انا خايفه عليكي من نفسك. نفسي بكره يخلص، عايزه افتح واغمض الاقي نفسي مع مجدي. انا بحبه. مين اللي جايلنا دلوقتي؟ جاي تترمي في حضننا ولا ايه؟ الدنيا العجيبه دي. عيب يا مروه الكلام ده. انت هتستعبطي؟ انت نسيتي اخر مره رحت لها عشان تقفوا جنبها عملتيكوا يا بنت؟ انا غلطانه اني جيت هنا. تعالي بس اقعدي اقعدي، انا مش غلطانه ولا حاجه، اقعدي. لا بقى يا غلطانه. يا بنت اخلصي شويه، خشي اوضتك، ما شفتيش النهارده. انت بتقولي لي كده عشان دي؟ ايوه دي. دي تبقى اختك. من امتى اختي؟ من زمان قوي، احنا بس ما كناش واخدين بالنا. خلاص يا ستي هتمشي بيه، وانتي لابسه لبس العرايس ده بس. اقعدي. جعانه؟ انت كمان هتاكليها اكلنا؟ يا بنت مش مكروشه ولا مضروبه، انا عارفه مالها دي. الله، طب اشربوها بقى. تعالي يا حبيبتي اغسلي وشك ولا خدي شاور ولا. بصي انا بعمل كوبايه ليمون، انما ايه؟ هو انتوا مش متضايقين مني اني جيت هنا؟ لا مش متضايقين. متضايق ده ايه يا هبه؟ ده بيت عبد العزيز، يعني بيت ابوكي، يعني بيتنا كلنا. خديها بحضنك يا كاميليا. يا بنت اخلصي شويه. قومي قومي معايا، تعالي كده بقى اروقك كده واحضر لك حاجات جميله عندي في الاوضه، وانتي قومي اعملي لنا عشاء. ما حدش يجيب التونه بتاعت الثلاجه. مش هنيجي جنب التونه. تاكلي ايه؟ تعملي لك كفته؟ معلش ادخلي. دي أوضة بابا، حبيت أسيبها زي ما هي، ما غيرتش فيها أي حاجة. سبت أوضتي وجيت قعدت هنا. تحبي أسيبك لوحدك شوية؟ لا، خليكي معايا. انتي عارفه يا كاميليا، انا عمري ما قابلته كويس. مره جالي الشركه وكان واقف بعيد، كان بيبص عليا، عملت نفسي مش شايفاه، عايزاه يجي يسلم عليا. كان على طول بيتصل بيا ومش برد عليه. جالي قبل ما يموت بيوم واحد، طلب مني يقعد معايا، بس انا مرضتش، قلت له لا. وديني اهو، يوم ما الدنيا ضاقت بيا جيت على بيته،
بتتعبى في من الناس. انا كنت وحشه قوي يا كمال. فردي وشك يا مروه. اكهولك ببك ولا اعمل له ايه يعني؟ مش فاهمه. الدم التقيل ده هخففهولك بشويه ميه يا خفيفه. يا بنتي بلاش الكلام ده، دي اختك مهما كان. البنت دي جت هنا بعد ما الدنيا قفلت في وشها خلاص. دي لو واقفه على رجلها ولا شد حيلها شويه كانت ولعت فينا كلنا يا هبله. طب افرضي هي وحشه، تكوني انت زيها؟ لا هكون اوحش منها. هي عدوتك يا بنتي؟ اه عدوتي. ايه رايك بقى؟ مش عايزه حد يتكلم معايا في الموضوع ده تاني. وبقول يا اختك النصحه الكبيره، ما تطلبش مني ان انا اتكلم معاها ولا اتعامل معاها خالص، عشان دي تعبان وسمها هيبقي فينا كلنا ان شاء الله قريب. روحي يا منى اندهيلها تيجي تتعشى. يلا يلا. انتوا مش جعانين بقى ولا ايه؟ لا طبعا جعانين. يلا. لا معلش انا معلش ايه، احنا عملنا اصلا عشا عشان خاطرك. يلا قومي. لا انا مش قادره والله. يلا بقى بلاش غلاسه. منى. نعم. وانت زعلانه مني؟ اه طبعا زعلانه منك. انت ما شفتيش نفسك لما جينا لك؟ كانت طريقتك زي الزفت. يا رب نخلص من طولة اللسان وقله الادب على المسا. بس المسامح كريم، انا بس بفهمها. انت عارفاني كويس قوي يا كاميليا، انا قلبي ابيض ما بيشيلش من حد. وبعدين اللي يبعد عننا هو الخسران، واللي يقرب مننا هو الكسبان. يلا يلا بقى حبيبي. يلا بينا. يلا يلا. ده احنا هنوريكي اكل غريب بنحطه على العشاء عليه. مش فاهم ازاي بننام كده. بس هقول حاجه، انتوا مش جعانين بقى ولا ايه؟ لا طبعا جعانين. يلا. لا معلش انا معلش ايه، احنا عملنا اصلا عشا عشان خاطرك. يلا قومي. لا انا مش قادره والله. يلا بقى بلاش غلاسه. منى. نعم. وانتي زعلانه مني؟ اه طبعا زعلانه منك. انت ما شفتيش نفسك لما جينا لك؟ كانت طريقتك زي الزفت. يا رب نخلص من طولة اللسان وقله الادب على المسا. بس المسامح كريم، انا بس بفهمها. انت عارفاني كويس قوي يا كاميليا، انا قلبي ابيض ما بيشيلش من حد. وبعدين اللي يبعد عننا هو الخسران، واللي يقرب مننا هو الكسبان. يلا يلا بقى حبيبي. يلا بي. يلا. يلا ده احنا هنوريكي اكل غريب بنحطه على العشاء عليه. مش فاهم ازاي بننام كده. تعالي. لو سبعة اتحطي دول. تعالي اقعدي يا حبيبي، نورانا. خشي اندهي المزغوده قولي هتيجي تطفى. خلاص يا كاميليا كبري دماغك، هي حره بقى. هي مروه مش عايزه تاكل عشان انا موجوده؟ لا يا حبيبتي تلاقيها، بس مفيش حاجه في الدنيا تمنعني ان انا اقعد في بيتي واكل. بيتك وبيت قله ادبك على المسا. طب انا عايزه طبق التونه بتاعي ده. يا بنتي ما قدامك طبق تاني. ده بتاعي. بقول لكم ايه، فاكرين بابا كان بيعمل ايه لما كان يجمعنا حواليه ويبقى في اكله حلوه؟ ودي حاجه تتنسي؟ عارفين يا بنات انه وحشني قوي. هو بابا كان حنين؟ يلا يا بنات التورته وصلت. احسن انا جعان واكلها لوحدي والله. ايه هاكلها لوحدي دي؟ عايش لوحدك في البيت ده؟ في بنات جوه تاكلك. ايه الجمال والطعام ده؟ كل سنه وانت طيب يا بابا. والصحه والسلام. ان شاء الله السنه الجايه تكون احلى من السنه دي. مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله. انما ايه التورته الجميله؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجو الحلو؟ وكمان تورته؟ اه ونص شوكولاته ونص فانيليا. كل سنه وانت طيب. يا احلى اب في الدنيا. يا رب يخليك لينا يا رب. انت جبتها لنا منين دي يا بابا؟ كل سنه حضرتك طيب يا احلى بابا. انا بقى نجمه الحفله. الله 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 الله. ايه الستايل الجديد ده؟ كل سنه طيب يا حبيبي. شفت يا بابا مضيعه فلوسنا كلها عليك. بس يعني يا بابا الروزيه الجميل. اوه كل سنه وانت طيب يا حبيبي. صح سلامة. يو لوك. كل سنه وانت طيب يا احلى واحلى اب في الدنيا.
حياتي حبيبتي. امين. يا رب يبارك فيك. يلا بقى لينا يا بابا يا رب. طيب مين اللي هيقطع التورتايه دي وياكل اول واحد فيها؟ اقول لكم انا مين. اللي سابت حياته القصور والفخفخه والعربيات بات عشان تعيش مع بابا الموظف البسيط الفقران. يا بابا انت احلى اب في الدنيا، مين ما يحبكش؟ وانتوا كمان احلى بنات في الدنيا. على فكره عايزين واحنا بناكل التورتايه ما ننساش ان لينا اخت تانيه، كل حاجه حلوه ناكلها نفتكرها لان احنا نصيب فيها. اوكي؟ اوكي ماشي. احنا كلنا بقى نقطع التورتايه سوا. يلا ادي السكينه امسكوا معايا. يلا كل سنه وانتم طيبين. طيب يلا بقى يا سيدي الناس. يلا طبعا سمعنا حاجه. سوري سمعنا حاجه بقى. اتفضل. ايوه يا بابا كده حاجات من بتاعتك الحلوه دي. قسم 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 التورته ولا قسم قسم تدوق. عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية، يا من حياة فيها اللي نعيش فيها واللي يرزيها واللي يقاس فيها. الدنيا ريشة في هوا طايرة بغير جناحين، واحنا النهاردة سوا وبكرة هنكون فين؟ في الدنيا في الدنيا. الدنيا ريشة في هوا طايرة بغير جناحين، واحنا النهاردة سوا وبكرة هنكون فين؟ الدنيا. كنت بحس اني اجمل واحده في العالم، هو الوحيد اللي كان بيفهمني. لما كنت ابص في عينيه احس ان الدنيا واسعه، واسعه لدرجه اني عاوزه اجري والعب واتنطط وكاني طفله صغيره. حضنه كان كل املي، صوته لوحده كان بيحسسنا بالأمان. كنا بننام واحنا مستريحين. هو انتوا ليه يعني قلبتوا القعده نكت كده؟ انت عارف وفاهم كويس انا عايز ايه يا ابو كرم. احب اسمع يا ابو حميد. مش عارف ليه يا اخي بحس ان انت بتحب تلعبني. ابدا والله، انا بس بحب افهم اللي انا عارفه عشان ما يحصلش اي خطا. انا عايز ابقى فوق. طب ما انت بالفعل فوق يا احمد. لا لسه ابو كرم، احنا لسه صغيرين، لسه بنحبي، احنا لسه حتى ما حطناش رجلينا على السلمه الاولى. ده بقى يتوقف على اللي في دماغك يا ابو حميد. انا عايز افهمك حاجه، انت لو بتعتقد ان انت عاوز يبقى عندك فلوس اكتر تبقى غلطان. انت دلوقتي بتعتبر مليونير، ساكن في فيلا شيك في مكان محترم مش اي حد ممكن يسكن فيها، ده غير بقى الشركه الهايله والتجاره اللي مش ممكن تخسر وعلاقاتك اللي بتحميك. انت عارف ايه عيبك يا ابو كرمه؟ عارف الحذر.
أنا بقى ما يهمنيش كل الهري اللي أنت بتقوله ده، ولا يهمني فيلا، ولا يهمني ملايين، أنا يهمني القوة. الفلوس هي القوة. لا، السلطة هي القوة. فبتعتقد إن الناس اللي عندها القدرة إنها تمنحك السلطة والقوة سهل كده إن هم ياخدوك في حضنهم؟ وإيه اللي يمنع؟ بص يا أبو حميد، مش عارف إذا كان الكلام اللي هقوله لك ده يضايقك ولا لأ. الدنيا مقسومة نصين، نص بيدير الكون كله وهو فوق بيتفرج على الناس وبيشرب أفخر أنواع السجاير وبيشرب الكاس وبيتفرج عليهم، والنص التاني أنا بقى عايز أبقى في الماسورة الأم، عايز صعب. أبقى في الماسورة الرئيسية. صعب يا أبو حميد. ليه صعب؟ لأن هما اللي بيختاروا. هما مين دول؟ مش عارف ليه حاسس إن أنت عارفهم واحد واحد. عارفهم واحد واحد دي لأ، لكن عارف الطريق كويس. طب ما تدلني عليه، ما انا بلغي في ايه من الصبح؟ يبقى لازم تزيح اللي قدامك واللي واقف عقبه في طريقك. ازيحه بس؟ ده نفرمه. صعب يا احمد. وايه اللي صعبه؟ مش يمكن يكون اقوى منك؟ تالك، الاقوى هو اللي بيقرر وينفذ، الاقوى هو اللي بيقول ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش. بص يا ابو حميد، عزت بكل الهيلمان اللي هو فيه ده ما بيملكش حاجة، هو بس بيدير فقط لغير. يعني إيه؟ عزت شغال بأموال ناس كبيرة قوي، منهم ناس في الخارج وناس جوه البلد، وبيحط مكسبهم في حساباتهم بشكل منتظم، وبالتالي بيتم حمايته بشكل متكامل. انت مالك عمال تلف وتدور عليا ليه؟ ما ترغي وتجيب من الآخر. مين الناس دي؟ الناس اللي انت عمرك ما هتشوفهم في حياتك غير مرة أو مرتين. الناس دي هي اللي بتتحكم في المجتمع، بتتحكم في المجتمع وبتلعبهم زي العرايزة ما هي عايزة، وهي اللي بتحدد الأسهم إذا كان طالع ولا نازل، وهي اللي بتحكم برضو في الناس وبتقول مين يكسب النهاردة ومين يخسر، ومين يطلع ومين يداس بالرجلين. عايز تقول إن عزت هو العقبة اللي واقفة قدامي؟ بالظبط كده. وجيه ده هو السلمة الأولى صح؟ وجيه ده الأسانسير. السياسة والمال الفاسد بينهم عقد جواز عرفي، محدش يقدر يسيب التاني وإلا يفضحه. أنا على فكرة بدأت أتخنق منك. ليه يا أبو حميد بس؟ عشان أنت ما بتجيبش من الآخر يا أبو كرم، مش عايز تجيب كل اللي في بطنك. أنا قلت كل اللي في بطني كل اللي في قلبي، بس أنت اللي مش واخد بالك. وجيه بيعايز حضرتك. وجيه؟ جاب نفسية القط جاي نط. قوم بينا أبو كرمة لما نشوف السلمة الأولى عايزة إيه. اتفضل يا حبيبي. يا أهلاً وسهلاً، يا أهلاً وسهلاً. ده إيه النور ده؟ حبيبي. إزيك يا وجيه بيه؟ بص يا أبو حميد. اتفضل. أنا جاي النهاردة عشان أتفق معاك على حاجة. طيب بس نقعد الأول وبعد كده نتكلم، اتفضل يا باشا اتفضل. بص بقى يا أحمد بيه، أنت من النهاردة مش ملك نفسك، أنت ملك الناس اللي بتمولك. والناس اللي بتمولك دي مش بتحب الكلام الكتير واللوكلوك والاستفسارات اللي مالهاش أي لازمة. لا أنت شكلك مش عارف بتتكلم مع مين كويس. لا معلش، أنا عارف كويس قوي أنا بتكلم مع مين. مش عارف ليه شامم ريحة تهديد في كلامك. تهديد؟ ومين قال إنه تهديد؟ أنا جاي معاك يعني عايز أحط النقط على الحروف، عايز أتفق معاك اتفاق يناسبني ويناسبك. وأنت فاكر يعني أواجه بيه عشان أنا في يوم من الأيام قررت إن أنا أعتمد عليك تقوم تمسكني من إيدي اللي بتوجعني يعني؟ ومين قال الكلام ده؟ بالعكس والله، شوف انت بتقول ايه وانا بكلمك في ايه. طب بقولك يا وجيه، ما تيجي نعتبر ان المقابلة انتهت. المقابلة انتهت؟ بس احنا لسه ما خلصناش كلامنا. لا، انا مش عايز اكمل معك كلام. مش عارف كده، حاسس ان طريقتك كده مش عجباني. في ايه يا احمد؟ انت واخدنا على الحامي كده ليه؟ انت عايز تطردني من بيتك؟ أقصد يعني بسم الله ما شاء الله فيلتك. شوف يا وجيه، أولاً عشان تتكلم معايا
لازم يبقى كلامك خالي تماما من اي اسلوب تهديد. وازيدك بقى من الشعر بيت، اعتبر ان اي اتفاق ما بيني وما بينك مش موجود، ملغي. ملغي؟ مفيش مشكله، بس انا ما ينفعش اقوم من غير ما نخلص اتفاقنا. لا احنا خلاص، عمر ما هيبقى في اتفاق ما بيننا كده. ماشي ماشي يا احمد بيه، ابقى قرارها والنبي. ليه كده بس يا ابو حميد؟ بس ابو كرم انا عارف انا بعمل ايه كويس بصراحه، انا قلقان منه. لا ما تقلقش، عايز يفهمني ان ايده طايله، عايز يحسسني ان هو على مني. ده بعده، انا لو سبته كده هيتمادى فيها. ما تقلقش انا بلغيك في الصح. يضايقك لو قعدت معاكي؟ لا خالص، اتفضل. اشكرك. انا طبعا مش هقول انها صدفه، وانا طبعا مش هصدق انها صدفه. طب ايه، مش هتطلبي لي حاجه ولا ايه؟ طب لا 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 لا، انا بهزر. على فكره انا متابعك من ساعه ما خرجت من الشغل، وانا كنت هكلمك عايز اشكرك على التوصيه الفظيعه اللي انت عامله. المهم يكون الشغل عجبك. أو كان عندك حق اما قلت لي لازم اشتغل في الكارير بتاعي. حقيقي حاسه ان انا كان لازم اعمل كده من زمان. انا عمري ما اقول حاجه الا اذا كنت جد فيها. وانا مبسوط قوي عشان انت مبسوطه. انت بتحرجني. ليه بتقولي كده؟ بتعمل حاجات كتير حلوه عشاني وانا بقبلها. وده ممكن يخليني اعمل حاجه انا مش عايزاها. مين اللي قال كده؟ هي الدنيا بتقول كده. لا يبقى انت فاهمه الدنيا غلط. بقول لك ايه، انا جعان، تاكلي معايا؟ اكل معاك. اوكي متر، قولي عندكم سمك ايه؟ كل انواع السمك يا فندم. طيب اعمل لي تشكيله على ذوقك انت. شوفي يا كاميليا، انتي انسانة صعب انك تكرري تاني، وانا اول ما شفتك اتشدت ليكي قوي وحسيت ان انا عايز اعرفك اكتر. في الاول كان مجرد اعجاب، لكن بعد كده حسيت ان انا عايز اشوفك على طول حتى وانا قاعد لوحدي. كده انت بتبالغ. لا انا بتكلم بجد، انا حتى بقيت احس ان انا عايز اقعد معاكي على طول، وعرفت ان ده اللي بيسموه الحب. أنا مستعدة أعمل أي حاجة أنت عايزاها حتى لو أنت ما حبيتنيش. أنت متخيل إنك ممكن تقول الكلام الحلو ده لحد وما يحبكش؟ بتخابس عليكي بقى. ضحكتك حلوة أوي. أقول لك على سر؟ يا ريت. أنا كمان بفكر فيك، بس مش حب. أمال إيه؟ إعجاب، حيرة. بصي أنا مش عايز منك في الفترة دي غير الإعجاب. بس أنا معرفش عنك حاجة غير إنك عميل مهم عند أحمد.
عميل؟ لا أنا أكتر من كده بكتير قوي. أنا مش بسأل عنك عشان عايز أعرف عنك حاجات كتير، بس عايز أفهمك زي ما عايزك أنت كمان تفهمني، تحس بيا، تعرف بحلم بإيه، نفسي في إيه. بص يا كاميليا، أهم حاجة في الدنيا دي إنك تصري على اللي أنت عايزاه وبتحبيه ولازم تنجح فيه، هي دي أهم حاجة في الدنيا صدقيني. مروة تعالي أنا عايزاكي. مروة عايزة أقابل مدير الحسابات، أنا مش فاهمة أي حاجة. حاضر. مروة استني، مالك قلبة وش كده ليه؟ في حاجة مزعلاكي؟ لا خالص، حضرتك مديرة الشركة وطلبتي مني طلب وأنا هعمله، في حاجة تاني؟ مالك أنت متضايقة في حاجة؟ يا منى، بصراحة أنا متضايقة. بين يوم وليلة بقيتي أنت مديرة الشركة وأنا حتة موظفة. اللي طلبوا منك كان المفروض يطلبوا مني أنا مش أنت. خلاص أنا ممكن أسيب كل حاجة وأقول إنك ولا تقولي له ولا أقول له. خلاص أنا قررت أسيب الشركة. ليه؟ عادي، أنا كده كده واجيه طلب مني أكتر من مرة إن أنا أروح أشتغل عنده، وكنت غبية لما كنت بقول لأ. بس أنتِ فعلاً هتبقي غبية لو سبتي الشركة دلوقتي. أنا هبقى غبية فعلاً لو قعدت في الشركة دي يوم واحد تاني زيادة. مروة أنا ليه حاسة إن في بيني وبينك تحدي؟ بيني وبينك أنتِ تحدي؟ لأ خالص. والله هو مدير المؤسسة، هو اللي يقرر مين يقعد ومين يمشي، مين اللي يدير ومين يقعد أباجور على مكتبه. أنتِ متضايقة بجد؟ أصل ده مهم جداً بالنسبة لي إن أنا أعرفه. مش متضايقة مني كمان. أنا متضايقة من نفسي. كنت متخيلة إن أنا هنا هقدر أحقق أحلامي. ما كنتش متخيلة إن مدحت ممكن يستغنى عني. على فكرة، مدحت لما كان بيطلبني للجواز كان بيطلبني بجد. طلب حقيقي مش مجرد كلام. بس لما لقيته بيحاول يقرب منك، عرفت إن هو كان مجرد طلب يا دوب عشان يلاقي دخلة ليا. وأنا بغير منك. ده احساسي غصب عني واحساس مضايقني، وانا ما اقدرش اكون حاسه باي حاجه ناحيتك ومعرفها لكيش. انت اختي. طب لو طلبت منك انك ما تسيبيش دلوقتي؟ مش هقدر يا ماما، عشان خاطري. انا اسفك. أي حاجة مرتبطة بسمير الله يرحمه. الله يرحمه، مش عايز اسمع الله يرحمه. حاضر. وأي حد هنا في الشركة هيجيب سيرة سمير ده هولع فيه. فاهمة يا روشانة؟ فاهمة رئيس. حاضر. واسمه ده يترمي في الزبالة، في الزبالة. وبسرعة روح هاتي الحسابات، اجري. ارحمه قال. ايه بس اللي مضايق سيادتك يا فندم؟ انت مين؟ انا صبري، رئيس قسم الحسابات في الشركه. ايه اخبار الشركه؟ والله الشركه في حاله ماليه سيئه جدا يا فندم. الاستاذ سمير الله يخرب بيته كان محول كل ارصده الشركه لحساب شركه تانيه في باريس.
شركة تانية في باريس. حلو. والشركة اللي بتقول عليها دي مستقلة ولا متفرعة من الشركة دي؟ الأوراق بتقول إنها شركة مستقلة. أوراق. والأوراق دي فين؟ الأوراق دي في قسم الشؤون القانونية والمسؤول عنها الأستاذ محمود حمدان. محمود حمدان؟ أيوه فندم. طب أنا عايز أقعد معاك أنت ومحمود حمدان ده. أنا تحت أمرك يا فندم. اتفضل. باريس. حلو. ماشي يا سمير. بكلمك على التليفون ما بتردش عليا ليه؟ وبعدين انت قاعد مكان ابويا ازاي اساسا؟ ام تعالوا بسرعه. رد عليا. ما بتردش عليا ليه اساسا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ دي شركه ابويا دي. كانت شركه ابوك. الولد ده تخذه بره. هو مش عايز اشوفه هنا تاني. ولو شفته انت كمان بره. بره بتردوا مين يا عم انت الجميل؟ انت بره يا ابني. دي شركة ابويا. كانت شركة ابوك. نزل ايدك يا علي. اطلع بره بقولك. شركة ابويا مش هتحرك منها. اطلع بره بقولك. يا عم سيبني. تعالى هنا. سيبني. بره. اطلع بره. نزل ايدك يا علي. عايزكم تركزوا معايا كويس قوي. من اليوم ورايح الشركة دي بتاعتي انا. بتاعتي انا. وانت تطلع بره. سيبني يا عم. طلعوا بره. انتوا كلكم كلكم موظفين عندي انا. واللي مش عاجبه الكلام بتاعي يطلع بره. امين اشتغلوا. كل حاجه في الشركه هنا بقت بتاعتي. بتاعتي انا. انا وبس. ايه يا ابو كرم؟ ايه الظباط دي موجوده ليه؟ انت احمد صاحب الشركه دي؟ ايوه انا احمد صاحب الشركه. طب اتفضل معانا. على فين يا فندم اتفضل معاك؟ هتعرف. طب الاول بس اعرف ايه الموضوع يعني وانتم موجودين هنا ليه؟ احنا مباحث الاموال العامه. اتفضل معانا. هاتوه. أنا وكلت محامي. عبد الله مش لازم ياخد الشركة. شركة إيه اللي أنتِ بتفكري فيها دلوقتي؟ اسمعي اللي بقول لك عليه. عبد الله مش لازم ياخد الشركة. أنا دلوقتي مش فارق معايا لا شركة ولا زفت. المهم عندي بس إنك تخرجي من اللي أنتِ فيه. ماما عايزة إيه؟ أنتِ ما قتلتيش سمير صح؟ أقتل إيه وبتاع إيه؟ أنتِ هتصدقي كلام الناس؟ أنا برضو أمك تقتل. عبد الله اللي رتب كل حاجة عشان ينتقم مننا. ماما يا بنتي ما قتلتش حد. صدقين انا هستفيد ايه من قتل سمير؟ انا بخسر كل حاجه. انا وسمير خلاص كنا اتفقنا مع بعض ان احنا هنسيب بعض بالراحه. انا هاخد الشركه اللي هنا وهو هياخد شركه باريس. ما هصدقك. لازم تصدقين. عبد الله لازم يتربى. لازم ياخد جزائه. هو اللي رتب كل حاجه عشان ينتقم مننا. وانا استاهل ضرب الجزمه القديمه اللي خليته يدخل الشركه. قال ايه؟ عشان يبتدي حياته من جديد. الله يخرب بيته. كنت لسه هكلمك. وانا استقلت من شركه مدحت. ايه بجد؟ الله عليكي. انت كده عملتي عين العقل. طب هو لسه العرض بتاعك مستمر؟ عيب عليكي. وانا عمري قلت حاجه وسحبتها؟ طب واجي. انا خايفه اكون مش قد المسؤوليه. وانا مالي ومالي المسؤوليه. افهميني يا مروه، انا كل اللي يهمني انك تفضلي جنبي وبس. طب انت كنت قلت لي انك اني بحبك.
طب وانت متاكد من مشاعرك؟ ايه ده؟ ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ احيانا كده الواحد بيحس ان هو عايز حاجه وعايزها قوي كمان، بس مع الوقت بيحس ان مش هي دي الحاجه اللي هو عايزها. لا معلش، انا بقى لما بقول حاجه ببقى عايزها فعلا وعارف انا بقول ايه. يعني الكلام ده من قلبك؟ ايه ده؟ هو في كلام من قلب وكلام مش من القلب؟ شفت بقى؟ اديك بتلعب عليا اهو. العب ايه؟ بقول لك يا مروه، انت عارفه كويس قوي ان انا بحبك وقلت لك كده كتير ولفت انتباهك. عشان كده يعني كنت عايزك تسيبي شركه مدحت، بس انت كنت متمسكه قوي. حتى انا حسيت كده ان في يعني مكانه لمدحت في قلبك. مدحت؟ لا طبعا مش صحيح. طب امال ايه؟ عايز الحقيقه؟ طبعا، ومش عايز الا الحقيقه. مدحت ده عمري ما فكرت فيه ولا ينفع افكر فيه حتى. مع انه يعني غني وعنده شركه وفلوس. ولو لو عنده كنوز الدنيا مستحيل. طيب ممكن اسالك سؤال وترد عليا بصراحه؟ واجي انا مش مضطره اصلا اكذب عليك. مدحت ما قالكيش انه بيحبك؟ قال لي طبعا انه بيحبني وانه عايز يتجوزني، بس انا رفضت. طيب ده عشان انت زعلانه منه؟ زعلانه من مدحت ليه؟ يعني بخصوص اختك منى. اصل بالعقل كده مروه، يعني منين بيحب مروه ويمسك الشركه لمنى؟ هو انت بتتكلم في الكلام ده ليه يا وجيه؟ يعني انا حسيت ان انت سبتيه وجيتيلي عشان خفتي تخسري. اخسر؟ اخسر ايه يا وجيه؟ اخسري مدحت. الكلام اللي انت بتقوله ده مش صحيح. بس انا شايف كده. ايه ده؟ في يا مروه؟ يا بنتي في، انت زعلتي ولا ايه؟ لو سمحت سيبنا مش دلوقتي يا وجيه. يا بنتي نكمل كلامنا طيب. انا مش عايزه اتكلم ومش عايزه اسمع اي حاجه. انا مش عارف يعني انا في ايه في كلامي شد؟ ايه ده؟ انت هتعيطي ولا ايه؟ هو انتوا ليه بتتعاملوا معايا لان انا واحده ما بتحسش؟ وان انا جامده قوي كده؟ على فكره بقى انا بحس وبحس اكتر من اي حد في الدنيا دي كلها. ما كنتش متخيله يا وجيه ان انت بالذات تقول لي الكلام ده، كنت متخيله ان انت فاهمني اكتر من كده. اشمعنى انا انسانه طموحه ونفسي اخرج من الحاره اللي انا عايشه فيها، ونفسي اسكن في فيلا واشتري عربيه وكل يوم اسافر بلد شكل، ابقى انسانه ما بحسش. على فكره انا لو كل طموحي دي ما اتحققتش انا مش هموت ولا حاجه، بالعكس. ولازم تفهم حاجه مهمه جدا، ان انا الحب بالنسبه لي اهم من اي حاجه تانيه. بس انا مستحيل احب اي حد. لازم بني ادم اللي احبه احس واتاكد ان هو مستحيل يستغنى عني مهما حصل. طب بس اسمعيني، انا عايز اقولك ان انت لو لفيتي الدنيا كلها مش هتلاقي حد بيحبك قدي، صدقيني. انا فعلا حسيت بكده، عشان كده انا سبت مدحت. مش علشان حسيت ان انا هخسر ولا هو فضل حد عني، انا سبته عشان حسيت ان انا لازم بجد اكون معاك انت. طب خلاص، حقك عليا يا ستي. تعالي بقى نشرب حاجه. يلا. ايه ده؟ في يا مروه؟ يا بنتي في، انت زعلتي ولا ايه؟ لو سمحت سيبنا مش دلوقتي يا وجيه. يا بنتي نكمل كلامنا طيب. انا مش عايزه اتكلم ومش عايزه اسمع اي حاجه. انا مش عارف يعني انا في ايه في كلامي شد؟ ايه ده؟ انت هتعيطي ولا ايه؟ هو انتوا ليه بتتعاملوا معايا لان انا واحده ما بتحسش؟ وان انا جامده قوي كده؟ على فكره بقى انا بحس وبحس اكتر من اي حد في الدنيا دي كلها. ما كنتش متخيله يا وجيه ان انت بالذات تقول لي الكلام ده، كنت متخيله ان انت فاهمني اكتر من كده. اشمعنى انا انسانه طموحه ونفسي اخرج من الحاره اللي انا عايشه فيها، ونفسي اسكن في فيلا واشتري عربيه وكل يوم اسافر بلد شكل، ابقى انسانه ما بحسش. على فكره انا لو كل طموحي دي ما اتحققتش انا مش هموت ولا حاجه، بالعكس. ولازم تفهم حاجه مهمه جدا، ان انا الحب بالنسبه لي اهم من اي حاجه تانيه. بس انا مستحيل احب اي حد. لازم بني ادم اللي احبه احس واتاكد ان هو مستحيل يستغنى عني مهما حصل. طب بس اسمعيني، انا عايز اقولك ان انت لو لفيتي الدنيا كلها مش هتلاقي حد بيحبك قدي، صدقيني. انا فعلا حسيت بكده، عشان كده انا سبت مدحت. مش علشان حسيت ان انا هخسر ولا هو فضل حد عني، انا سبته عشان حسيت ان انا لازم بجد اكون معاك انت. طب خلاص، حقك عليا يا ستي. تعالي بقى نشرب حاجه. يلا. تلالا.
يا سمر انا مش مصدقه انا فرحي بكره. الف الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي. انا مبسوطه مبسوطه قوي. حاسه ان الدنيا كلها حلوه قوي. انا متاكده انك هتبقي عروسه زي القمر ان شاء الله. انا عايزاه يكون يوم ما حصلش. عايزه كل حاجه جت في دماغي تحصل. الف الف مبروك يا حبيبتي. مالك في ايه؟ لا ابدا، اصلا مخنوقه شويه تاني. معلش يا نجلة، اصلا انا تعبانه من جوه. المفروض ابقى مبسوطه عشانك بس. مش اي حاجه اسمها مفروض يا سمر. انا مش هبقى مستريحه وانت كده. بس هبقى كويسه صدقيني. عمرك ما هتستريحي وانت في هم في دماغك بالشكل ده. طب هعمل ايه؟ انت عايزه ايه؟ قولي لي انا هفهمك. اصل علاء وحشني جدا وعايزه اشوفه، بس عارفه ان انا مش مفروض اعمل كده. طيب اقول لك على فكره مجنونه شويه. ايه هي؟ قولي لسعيد ان بابا عايز يتجوزك. لا طبعا ما ينفعش اعمل كده. طيب يا سمر، ما انت كده هتفضلي محتاره. انت مبسوطه بالحيره دي؟ هو في حد بيبقى مبسوط وهو محتار؟ طيب مالك؟ طيب سيبك من انا، ركزي في نفسك. انا مبسوطه عشانك قوي. الف الف مبروك يا حبيبتي. واضح ان في عندكم مناسبه حلوه يا سمر. دي نجله اختي هتتجوز. بجد؟ واضح كمان انك ما كنتيش ناويه تعزميني. انا؟ اتفضل يا استاذ علاء. في الحقيقه انا يعني كنت قلقت على سمر قوي. تليفونها مقفول وما بتجيش الشغل، حتى طباعه كتابها مش متابعاه كمان، فانا قلت اكيد يعني في حاجه كبيره قوي منعاها، فقلقت عليها جدا. أنا قلقي هو اللي جابني. طيب لازم بقى تقعد معانا وتشرب حاجة. لا معلش، أنا كنت عايز أطمن عليها وخلاص. طمنت عليها الحمد لله. عن إذنكم. أنا لازم أحصل لوحي. روحي؟ يا أستاذ علاء! أستاذ علاء! طب ممكن ما تبقاش زعلان؟ سمر، أنا مش عايزك تسيب شغلك بسببي. مين قال كده؟ مش عايزك كمان ترجعي خطوة لورا. مش معنى إني بحبك إنك أنت كمان لازم تحبيني. أنا طبعًا مبسوط بإحساسي بيكي، وسعيد إن قلبي بدأ يتحرك ويعيش، وصدقيني ده كفاية عليا أوي. ممكن ما تقولش كده؟ سمر، أنا قاصد كل كلمة بقولها، وفاهم معناها كويس أوي، وعارف أنا عاوز منك إيه، بس ده مش معناه إن أنا عايزه منك لازم يبقى مناسب ليكي. أنا عارف إني كبير عليكي، وعارف طبعًا إنك بتسألي نفسك ألف سؤال كل يوم وعايشة في الصراع. تتخيلي حياتك معايا شكلها هيبقى إيه، وده من حقك. بس مش هو ده اللي أنا بفكر فيه. لا، هو ده اللي بتفكري فيه، وهو ده اللي جواكي. بس عايز اقول لك حاجه، اللي في قلبي ليكي عمرك ما هتلاقيه عند اي انسان تاني مهما كان. زمان ده غريب قوي. ساعات كده بفكر مع نفسي، علاقتنا دي جت في الوقت الصح ولا جت في وقت متاخر؟ يعني لو كنت حبيتك وانا اصغر من كده كان يبقى احسن، ولا الوضع ده احسن؟ لو كنت صغير كنت حبيتك الحب ده كله؟ كنت اتمسكت بيكي بالقوة دي؟ كنت عرفت قيمتك بالشكل ده؟ بس أنا مش عايزة أعرفك غير وأنت كده.
أنا بحبك زي ما أنت كده. بتحبني؟ وأكتر من أي حد في الدنيا دي. عارف، أنا فكرت في كل كلمة أنت كنت بتقولها. ممكن أقول لك اللي أكتر من كده. فكرت إني ممكن مش بحبك، أو إن اللي جوايا ده مجرد احتياج، أو إحساسي ناحيتك مجرد تعويض لفقداني لأبوي. بس الحقيقة لا، أنا بحبك أنت. خطر على عقلي كل كلمة كنت بسمعها وفكرت فيها من ساعة ما عرفتك، بس إحساسي بيك هو اللي تعبني. ليه؟ عشان بحبك. مش عايزة أكون سبب في هدمك لحياتك، إنك تخرب بيتك بسبب أنت عندك ولادك وعندك مراتك. جايز إن في مشاكل بينكم، جايز برضو إن كل واحد فيكم بعيد عن التاني، بس أنا لو بعيدة ومش موجودة أكيد في أمل إن كل حاجة ترجع تاني زي الأول. لا لا طبعا، لو كل حاجة رجعت زي الأول يبقى هرجع لنقطة أنا بكرهها، نقطة لازم تنتهي من حياتي. أنا عشت معاها وعمرها ما عرفت أنا عايز إيه أو محتاج إيه. طب ليه أنت ما حاولتش تقعد معاها وتتكلم معاها، تسمعك تفهمك، تحاول تتصرف زي ما أنت عايز؟ أنا مش محتاج كلام، أنا محتاج إحساس. أنا تعبت معاها قوي، لكن دلوقتي خلاص. كان نفسي في يوم من الأيام تحس بيا، تحب معايا أي شيء مشترك. في بقى الموضوع ده أنا مش عايز أتكلم فيه. طب هتيجي فرح نجلة؟ والله يعني إذا عزمتيني حاكي طبعا. طبعا، أنت من أول الناس المعزومة. تنورني. ايه؟ بتكتب قصة ولا ايه؟ لا ابدا. مالك؟ شكلك مش مظبوط كده. مفيش، متضايق شوية بس يا بابا. متضايق من ايه؟ ما دام ما بتقدش بقى ومتضايق وعمال تشخبط ومش عارف تعمل ايه، يبقى مفيش غير حاجة واحدة بس اللي تخليك تعمل كده. الحب. ايوه الحب. الحب يا ابني هو الحاجه الوحيده بتخلي الانسان حيران زيك كده وعقله مش عايز يفكر ولا عايز ينزل وزهقان ومش طايق الدنيا، خصوصا بقى اذا كان اللي بتحبه مش فاتح الباب قصادك. صح ولا انا غلطان؟ صح يا بابا. طيب احكي لي بقى، قول لي ايه الحكايه وانا حفيدك الأستاذ والتلميذ. يا ولا أنا هخليها تجري وراك. يا بابا بس الثقة دي ما تقلقش يا بابا، ما تشغلش بالك. ما تشغلش بالي إزاي؟ إذا ما كنتش أقلق نفسي علشان ابني، أقلق علشان مين أمال؟ ما أصلها مش مستاهلة يا بابا، الحكاية بسيطة يعني. لا 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 لا، في الحب يا ابني ما فيش حاجة اسمها بسيطة. في الحب كل حاجة مهمة، حتى الوهم. يعني يعني كل اتنين بيحبوا بعض بيبقى في جواهم مخاوف، كل واحد فيهم بيبقى حاسس بحاجة محدش فاهمها طبعا، ولا هو حتى نفسه فاهمها. علشان كده يا ابني ما بيقدرش يقولها للطرف التاني. انت لازم بقى تكتشف الحاجة دي جواك وتنقلها للي بتحبه، علشان كده يطمن لك ويبتدي يحبك وهو قلبه مرتاح. امسك. لا انا كده بقى لازم افهم. اقعد انا افهمك كل حاجة، بس الاول احكي لي كده كده بالتفصيل ايه هو الموضوع، وانا اقول لك يا ابني تعمل ايه بالظبط. ابدا يا بابا، قلت لها ان انا بحبها وعايز اتجوزها. على طول كده خبط لزق. يعني هي الحاجات دي بتيجي على كذا مره؟ لا ده انت لسه بدري عليك قوي تلميذ. لازم الاول يا ابني تتكلم معاها، تاخد وتدي في الكلام علشان تثبت لها يعني انك انت الانسان المناسب ليها.
عملت كده. عملت ايه يعني ازاي؟ كلمت معاها وحاولت ابين لها اكتر من مره ولمح لها اني بحبها. اه طب قول لي بقى، هي بتحب ايه؟ يعني بتحب القرايه، مثقفه حبتين. لا انا قصدي يعني لما بتقعدوا مع بعض بتحب تتكلم في انهي مواضيع؟ لما بتحبوا تخرجوا بتحب تروح فين؟ ايه المواصفات اللي بتحبها في الراجل اللي عايزه تتجوزه؟ ايه يعني الحاجات الحلوه المشتركه اللي بينكم؟ حاولت مره تشاركها في حاجه هي بتحبها؟ لا الحقيقه ما حاولتش. ما حاولتش؟ ما عايزه تحبك ليه وازاي يعني؟ هتحبني عشان انا بحبها؟ لا طبعا ما ينفعش. واضح يا ابني ان البنت دي صعبه شويه. قوي يا بابا، صعبه قوي قوي. بقول لك ايه، هي بتحب الموسيقى؟ ساعات. يعني ايه ساعات؟ بتحبها ولا ما بتحبهاش؟ يا بابا هي اللي بتقول كده. طب خلاص، يبقى خدها حفله لحد مهم في الاوبرا مثلا، وقضوا ساعه جميله مع بعض. او خدها مكان هادي وتكلموا فيه. حاول تعرف منها ايه الحاجات اللي في دماغها عشان تبقى فاهمها كويس. مش هترضى يا بابا. صمم. حاسس ان انا لو حاولت اقرب منها بعد ما رفضت طلبي هبقى بايخ. طب اسمع بقى، انا هقول لك حاجه مهمه جدا. البنت دي دلوقتي مستنيه انك تروح لها، تقول لها انك اسف علشان فاجئتها، اسف علشان اقتحمتها، وانك عندك استعداد تبتدي معاها من اول وجديد، وهي كمان لازم يكون عندها استعداد تبتدي معاك من اول وجديد. قول لها ان اللي بينكم كان صداقه قبل ما يكون حب، انك مستعد تبقى معاها حتى لو مش بتحبك، ان حبك ليها اقوى من انها ترفض الجواز منك. يالا بتضحك على ايه يالا؟ بصراحه بابا انا لو من ماما دي اغير عليك واتخانق معاك كل يوم. لا طبعا ما عندهاش حق خالص يعني. لا عندها حق، ما انا لو منها وبسمع الكلام ده هعرف انك ما بتخلاش من الستات. وده وحش يا ولد. لا حلو طبعا. بقول لك ايه، صمم عليها. لو بتحبها صمم عليها، هي دلوقتي محتاجه تحس انك عايزها مهما كانت الظروف. صدقني يا سعيد، خلي بالك انا لغايه دلوقتي ما سالتكش هي مين. انا هستنى لحد ما تجيبها والاقيها بين ايديك. احمد ماله؟ اتقبض عليه في ثانيه كده راح. انا مش عارفه بس يا ربي ليه الحاره الزفت دي نازله قر وطالعه قر. مش مخلصها ان ربنا فرج على الولا شويه؟ لا بس انا عارفه ان ربنا معايا، مش هيسيبني، هيقف جنبي. قول له لي اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اهدي بس، اهدي انت وانا هتصرف. اقعدي استريحي شويه كده يا سيده، بطلي ندب. بقول لك ايه، خفي على الوليه شويه بالراحه وتكلمي كده وقولي لنا عمل ايه، وانا واثقه ان هو عامل له مصيبه. انت اللي 60 مصيبه تصيرها اما تشيل ابني اشرف مش شرف. بصي انا شاكه ان انت اللي كاريه عليه. انت بس لا، كلكم اللي كاريين عليه. انا اللي جابني هنا؟ انا اللي دخلني بيتكم اصلا؟ اهدي بس يا عمتي، هو ايه اللي حصل لكل ده؟ الجلد والحقد والغيره اللي على ابني منكم. لا 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 بس يا عمتي اهدي بقى واقعدي اتعشي معانا الاول وبعدين نتكلم. اتعشى ازاي؟ اكل ازاي في الظروف دي؟ اللي تاكلي عامله كفته مشويه كده، حق والله العظيم تستاهل بقك، هتعجبك. وبعدين انت لازم تاكلي لقمه علشان تصلبي طولك عشان تعرفي تقفي جنب ابنك. طب والنبي انا من ساعه الحكايه دي ما حطيتش حاجه في بقي لما هفتنا وهقع من طولي. يا حبيبتي وهيجي لك نفس تاكلي وابنك محبوس. اسكت، انت مش عايزه اسمع صوتك خالص. انا ايه بقك اللي بينزل سم ده؟ فين الكفته؟ تعالي تعالي يا حبيبتي، اهي ترابيزه بحالها، يلا اهي. ايوه سكتي. اه والله الهي سامحه اللي عمل. لا يسامحه ايه؟ الهي ياخده ولا يسامحه ويحيره زي ما حيرني. كلي كلي يا سيده، يلا. احمد بيحب الكفته. انا اسف يا عزب ان انا جاي من غير ميعاد. ما تقولش كده يا عدول، البيت بيتك. ربنا يخليك، متهيألي حضرتك ما عرفتش او ما وصلكش ان احمد اتقبض عليه امبارح. اتقبض عليه؟ اه. ليه؟ ما حدش عارف ولا انا عارف. طب ما تقلقش. ما
معلش ازاي بس حازم بيه؟ بقول لحضرتك انا ما اعرفش ولا حد يعرف، انا قلقان يكون عارف ان هو بيشتغل. قلت لك ما تقلقش، لو كان اللي تعرف عنه حاجه او كان مبسوط كنت انا هعرف. طب امال حضرتك تفتكر ايه اللي بيحصل ده؟ طيب انت اخبارك ايه؟ انا؟ انا تمام كويس الحمد لله. انا اعرف ان انت واحمد اكتر من اخوات وساكنين في نفس الحاره، صح؟ صح. على كده بقى تعرف اهله كويس. الله، سكت ليه؟ قريب لي واعرف اهله كويس جدا كمان. يعني تعرف كاميليا؟ اعرف كاميليا. طب كلمني عنها شوية. ايه سكت تاني يعني؟ هو انا طلبت منك حاجة غلط؟ لا، بس انا اللي عايز اطلب منك حاجة صح. ممكن تبعد عن كاميليا وتشيلها من حساباتك وتطلعها من دماغك؟ ده بعد اذنك طبعا. ايه؟ خايف عليها؟ تقدر تقول كده. كاميليا بنت حتتي وبهدلت كتير وشافت مشاكل في حياتها كتير قوي. أنا خايف عليها من زمان. من إيه يعني؟ من إني أذيها؟ لا مش ده القصد. أمال قصدك إيه؟ عزب بنت عارف إن إحنا شغليتنا شمال. ليه في الآخر بنت؟ أنا خايف عليها من السكة بتاعتنا. بس؟ ولا في حاجة تانية؟ تخيل؟ بس. لا، من الناحية دي اطمن خالص. كاميليا هتبقى معايا في أمان، وبعدين أنا الوحيد اللي أقدر أعوض كاميليا عن أي حاجة تعبتها في حياتها. قول لي عدول، أنت آخر مرة شفتها إمتى؟ ده واضح إن أنت بقالك فترة ما شفتهاش. عارف لو كنت شفتها قريب كنت هتعرف منها إنها مبسوطة بالشغل الجديد. لا مش كده وبس، أنت كنت هتعرف كمان إنها مبسوطة باللي بيني وبينها. طب بص يا عزت. عزت؟ مش لازمة بقى العزت بيه والحاجات دي، خلي بساط أحمدي كده. أنا عايزك تركز في موضوع أحمد. أما موضوع كاميليا، الكلمتين اللي أنا قلتهم لك من شوية دول برضو تركز فيهم، ماشي؟ سلامة عزت. ما تقلقش على كاميليا وأحمد. وبتهالي تلحق تنام دلوقتي، ميعاد نومك قرب. ماشي يا عادل. أنا وأنت والزمن طول. ايه ده يا حنان؟ التصميمات دي فيها حاجه غلط، مش مظبوطه. استاذ مدحت موافق عليها كلها وهو اللي ادى الامر بالشغل فيها. المصنع اشتغل؟ لا لسه. طب اوقفي اي امر بالشغل في التصميمات دي لحد ما اقولك. بس كده استاذ مدحت ممكن يزعل منك ويعمل مشكله و اللي بقولك عليه تنفذيه وبس يا حنان. منى انت مش واخده بالك من حاجه؟ جايز استاذ مدحت قالك تديري امر الشركه بس مش تغيري في سياستها. على اي اساس بتتكلمي كده؟ على اساس ان انا جيران وخاف عليكي، وعلى اساس كمان انا عارفه استاذ مدحت كويس قوي. صدقيني. طب يا ريت تنفذي اللي انا بقول لك عليه وبس. اتفضلي. الو. ايوه مدحت، عامل ايه؟ طب الحمد لله. طبعا نص ساعه بالظبط واكون عندك. منى. نعم. منى انا بجد مش عايزاكي تزعلي مني، انا كنت بتكلم لمصلحتك. انا مش زعلانه وعارفه وضعي كويس قوي هنا على فكره يا حنان. عارفه ان انا هنا مش مديره الشركه، وان مدحت هو المسؤول، وان الشركه ليها سياسه خاصه ماشيه عليها، وان الموديلات هو اللي بيوافق عليها مدحت مش اي حد تاني. بس طالما بقى هو خلاني ابقى المسؤوله فانا بعتبر نفسي صاحبه الشركه لحد ما يطلع بالسلامه ان شاء الله. ومين بقى اللي قال لك انك هتسيب الشركه؟ ايه، انت خرجت من المستشفى حالا؟ يعني كنت هتخليني اضرب المشوار ده كله على الفاضي؟ انا كنت تحت وانت بتكلميني اساسا. بس ايه الحلاوه دي؟ حلاوه ايه؟ انت مش شايفاني جاي اعمل ازاي؟ معلش، فتره مؤقته. يلا عشان تخش مكتبك، انا عايزاك في حاجات بدزنك، انا عايزاك في حاجات كتير جدا.
هو ايه النظام؟ ما عادش في نظام خالص، وخد بالك البنت دي مش سهلة خالص. واختها فانهي داهية؟ ثبت الملعب، راحت وشوط في حتة تانية. واحنا هنفضل كده على دكة الاحتياط ولا ايه؟ والله ما انا عارفة احنا طالعين خايبين كده لمين؟ تعالي اقول لك احنا طالعين خايبين لمين. كنت عارف انك مدورة الشركة صح. عيب عليك، انا كنت مندوبة مبيعات زي الفل. ايوه انا بقى عايزك تحكي لي الحكاية دي بالتفصيل. لما تقول لي الأول ايه اللي أنت موافق عليه ده؟ اللي هو ايه؟ أقصد التصميم ده. لا التصميم ده زي الفل، ده سليم جدا. بس ده ما ينفعش السوق المصري خالص. انا ما ببصش للسوق المصري في حاجه يا منى. طب وليه لا؟ طب ليه دايما عينيك على بره وبس؟ هم عندهم شركاتهم وعندهم المصممين اللي بيعملوا لهم الحاجات اللي تخصهم وتناسبهم. احنا بقى فين من الحكايه دي؟ يا منى السوق المصري ضعيف جدا. عشان بتعمله اللي هو مش عاوزه، بتعمل ذوق مش ذوق. عمال تفكر في الناس بره هتلبس ايه والموضه ايه، فيها ايه لما نعمل موضه خاصه بينا احنا؟ مش يمكن تكسر الدنيا؟ طب وانت شايفه ايه؟ شايفه انك تلغي التصميم ده فورا وتخليه يعمل لك تصميم مصري، وبلاش الالوانات الغريبه دي ما تنفعش عندنا خالص. لا كده ممكن نخسر كتير. لا ان شاء الله مش هنخسر. انت واثقه من اللي انت بتقوليه؟ طبعا. يعني على ضمانتك؟ ان شاء الله. لازم اعرف واتاكد من الاول انك عندك خبره كبيره بالسوق بتاعنا. انا واحده كنت بشيل شنطه على كتفي وافضل الف في الشوارع وعلى القهاوي واطلع البيوت اخبط عليها عشان اي حد بس يشتري مني، واعرف ذوق الناس وممكن يشتروا ولا لا، واعرف الستات بتحب ايه وبتكره ايه، واعرف كمان الرجاله بتحب ايه وبتكره ايه. خلاص يا منى انا موافق على كل اللي انت عايزاه. طيب انا هستفيد ايه؟ مش اللي انا بعمله ده شغل؟ طبعا شغل. طيب والشغل ده لازم اخد عليه اجر؟ اموري، عايزه كام؟ لا انا مش عايزه فلوس، انا عايزه بضاعه. قلت ايه؟ انا موافق. متشكره قوي. ايه مالك؟ مش عارف اعمل ايه في اللي جاي، حاسس ان الفتره دي هتطول. ان شاء الله هتبقى كويس وهتفك الجبس وكمان هتعمل علاج طبيعي وما فيهاش حاجه، يعني لو مشيت على عكاز. انت عرفت كل ده منين؟ الله، هو احنا مش صحاب؟ والصحاب لازم يعرفوا كل حاجه عن بعض. صحاب اكتر شويه. لازم يبقى عندك امل ويقين انك هتمشي. انا قلت بقى كل حاجه، انا لازم امشي. اوكي يا منى اتفضلي. ميرسي قوي. لؤي تعال عايزك. تحت امرك يا باشا. ادي امر المصنع انه يوقف انتاج الموديلات اللي قلنا له عليها عشان هيبقى في تعديل في التصميم. حاضر، تحت امر سعادتك. تعالى معايا. هلا. تعالى معايا. عامل ايه يا حمود؟ هو انت ماشي يا وجيه؟ عيب، انا اسمي الاستاذ وجيه. انت اللي عملت كده؟ انا؟ لا خالص، وانا اعمل فيك كده ليه؟ انا ماليش صله باللي بيحصل لك دلوقتي، انا جاي اطمن عليك وماشي. ها انا عايز افهم. ما انا فهمتك، فهمتك يا احمد وحاولت افهمك، بس انت اللي ما كنتش عاوز تفهم. انت عارف مشكلتك ايه؟ مشكلتك ان انت كبرت فجاه ونسيت بقى مين اللي كبرك ومين اللي سمح لك بكده ومين اللي قال لك اوكي. مين اللي سمح لي بكده؟ عرفت بقى ان انت اصغر من ان انت تقف قدامي وتكلمني بالقوه اللي كلمتني بيها دي. هي دي المشكله، كل واحد يحس بنفسه شويه يشم نفسه علينا. ايه ما تفوقوا نفسكم بقى شويه، مش عارفين مين اللي سمح لكم بكده؟ مش انت كنت عايز تطلع بره مصر عشان تاخد فرصتك؟ الفرصه جات لك لحد تحت رجلك، فتحنا لك الباب وقلنا لك اكبر يا اخي، تقوم تكبر علينا احنا؟ عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان كل اللي كنت بتعمله كان مرصود مننا. لا افهم. اسال ابو كرمه هو هيقول لك على كل حاجه.
جديدة ها؟ كرمة ما بقول الكلب. لا عيب، ما نغلطش في الراجل، ده راجل محترم. هو كان بيعمل اللي احنا بنطلبه منه بس مش أكتر. وأنت بقى أحمد عليك تعيد حساباتك كده وتشوف مصلحتك فين. عايز تفضل معانا وتسمع الكلام وتبقى مؤدب كده وما تلتش وتعجن مفيش مشكلة. عايز نطلع المستندات والأوراق اللي ضدك ونجيبها على مكتب حازم بيه برضه بكرة مفيش مشكلة. بص يا أحمد، أنا هعمل معاك ديل. أنا ممكن أقول إن إحنا لسه عاوزينك، بس مش معنى كده إن أنت تتفرد، لا. إحنا عاوزينك بس بشروطنا. أنتوا مين أو إيه؟ تاني، تاني يا أحمد هتسأل، ما قلنا خلاص بقى كفاية استفسارات. انت مش مطلوب منك دلوقتي غير انك تقول لي انا موافق يا وجيه، ومن بكره تطلع من هنا ماشي. وانت جاي هنا في قضيه بسيطه هايفه يعني لحد دلوقتي، يعني ممكن بمجرد ان انت بس تقول لي انا اسف ومتاسف وندمان على كل كلمه قلتها لك يا وجيه ينتهي الموضوع ده. ايه، هنفضل ساكتين كتير ولا نقول كمان؟ أنا ندمان. الله، أنا آسف يا وجيه. لا مش قلنا الأستاذ وجيه مش عايزين ننسى؟ أنا آسف يا أستاذ وجيه، ومن اللحظة دي هتلاقيني من إيدك دي لإيدك دي. الله عليك، الحمد لله على السلامة يا أحمد بيه. أنا مش عارف أنت موجود هنا ليه أصلاً؟ أنت مكانك مش هنا، اللي عمل فيك كده أنا مش هسكت له، أنا هنفوخه، والله ومش هنسكت، أنا أكلم الجرايد وأكلم الإعلام وأتصرف، يعني ما ينفعش رجل شريف زيك رجل أعمال مصر محتاجاه تحصل فيه كده، لأ. إيه؟ البلد ما فيهاش حكومة، ما فيهاش قانون، ما تقلقش يا أحمد. أنا معاك إن شاء الله بعد ربنا سبحانه. من امتى وانت بتتعاطى؟ من قريب قوي، بس عايز ارجع زي الاول بسرعه يا دكتور. الحقيقه ان العلاج في الاول والاخر بيعتمد على المريض نفسه، وطالما انت عندك استعداد انك تتعالج هتخف وباسرع وقت. مستعد اعمل اي حاجه يا دكتور، بس ارجع زي الاول. طيب ممكن تليفون حد من اخواتك؟ انا وحيد. طيب المدام، الأصدقاء، الأولاد؟ مليش حد. طيب أنا هرجع لك تاني. أهلا وسهلا يا سيدي. الو، ايوه جيبي. والله جيبي انا متشكر جدا على اللي حصل ده. انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي، وعايزك ما تزعلش مني من اي كلام يعني صدر مني. ماشي يا جيبي، ماشي، مع السلامه. ابني حبيبي، كفاره كفاره يا ابني، كفارة يا روحي، كفارة يا حبيبي.
ده انا ما نمتش طول الليل، عيني ما نشفتش، قلبي كان واكلني عليك. عامل ايه يا اخويا؟ انت كويس؟ كويس. طب اطلع اطلع فوق كده تشطف، ورش وشك بشويه ميه، واعمل لك دكر بط يرم عظمك. يلا حبيبي. سلامتك يا ابني، النبي دي عين 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 من الحارة اللي مش طايقة روحها دي. اتفضل اقعدوا سريع. اللي هتعمليه ده انا مش موافقة عليه. انا مش عايزاه، حاسه اني كل ما هبص في وشه هفتكر كل اللي حصل لي. اسمعي مني، انت ما بتعمليش حاجه غلط، انت كنت متجوزه ومتجوزه رسمي كمان، صدقيني هتندمي. انت معايا ولا مش معايا؟ بصي انا ممكن اعمل لك كل اللي انت عايزاه ومن غير ولا كلمه، بس لو انت ما تهمنيش. في ايه مالك؟ زي ما يكون اللي هنزله ده ابنك انت مش ابننا. في ايه يا شوق؟ عشان عملت كده قبلك وندمانه لحد دلوقتي، وحاسه اني قتلته، وكل يوم بحلم بيه، كل يوم بحس بيه وبشوفه قدام عيني، وهو بيصرخ وبيبعد عني وانا بقتله بايديا، كل يوم بسمع صوته وصرخاته في ودني. طب انت عارفه انا بشرب الهباب اللي باخده دوت ليه؟ عشان ما اسمعش صوته، عشان ما اسمعش صرخاته. اوعي تفتكري الحكايه سهله يا ميرا. بصي سيبي يجي للحياه، ما تعرفيش الحياه مخبيه لنا بكره ايه، مش يمكن بكره احسن؟ بس انا حاسه ان الدنيا ضيقه قوي. ضيقه دلوقتي بس بكره يمكن تبقى احسن. انت اللي بتقولي كده؟ انا لما جيت هنا كان حالي اصعب من حالك بكتير، بس انا ما لقيتش حد يقف جنبي. على الاقل انت لقيتيني واقفه جنبك، لكن انا كنت بنام في الشارع لحد ما البرد كلت جدتي. وانت كده احسن؟ كنت احسن، بس اللي ما فهمتوش اللي ممكن اعمل ايه وممكن ما اعملش ايه. وديكي شايفه هو ده حالي، بس انا لازم اعمل كل اللي في دماغي. انا مش بقول لك كده عشان تعملي ايه وما تعمليش ايه، اللي انت عايزه اعمليه، بس صدقيني بكره هتندمي وهتفقدي احساسك بالدنيا. براحتك يا ميرا. مين اللي هيجي دلوقتي؟ بس ايه ده؟ يا ساتر، هما مش هيسيبونا في حالنا. في ايه يا ماما؟ بتزعلي ليه؟ ايتين ازيك؟ ازيك يا احمد؟ انا عرفت انك خرجت فقلت لازم اجي اشوفك. انت وقفت جنبي يا احمد وانا قلت لازم اجي اطمن عليك بنفسي. كتر خيرك يا ايتين، انت كويسه؟ اه تمام الحمد لله. انت كويسه؟ لا لا يا اخويا، قتلت اودلا، هيعملوا لها ايه؟ زفه ولا هيقعدوها في سويد؟ ماما يصح كده، خش انت جوه دلوقتي. يا عم ما انت ايه ده؟ اتفضلي. انا اسف، معلش ما تزعليش منها انت. لا لا مش مشكله، مش مشكله خالص. انا فهمت شخصيتها لما جت امبارح. جت امبارح؟ جت امبارح فين؟ جات لنا وكانت منهارة عشانك، كانت عايزانا نعمل أي حاجة عشان نساعدك تخرج من اللي أنت فيه. اتفضلي تعالي. لا لا أنا همشي، هسيبك تستريح. لا تمشي إيه؟ لا أنا عايز أتكلم معاكي. تعالي اتفضلي. تعالي نقعد هنا. انت متضايق؟
باين على شكلك طبعا. بص يا احمد، لو كنت متضايق من اللي حصل فانا بقول لك كبر دماغك، بس انا عايز اعرف هما ليه خدوك. عايز تعرفي؟ يا ريت. خدوني عشان انا طلعت غبي. كنت فاكر نفسي اذكى انسان في الدنيا، بس للاسف طلعت اغبى انسان في الدنيا. لا مش فاهم. افهمك، انا فكرت نفسي كبرت، فكرت نفسي وصلت اللي انا عايزه، لكن للاسف كنت محتاج قرصة ودني كده عشان تفوقني. لا معلش فهمني، اصل الكلام اللي انت بتقوله ده ليه معاني كتير. كتير بس ده له معاني كبيره وكبيره قوي. احمد انت وصلت لحد فين؟ خلي بالك انا كنت في عالم الموضه ده، وعالم الموضه مش موضوع فساتين وفاشن وديزاينز والوان، ده اكبر من كده بكتير. مش فاهم يعني عايزه تقولي ايه. عالم المال يا احمد، المال. اوعى تفتكر ان الناس دي في حد فيهم بعيد عن التاني، أو إن ممكن مثلا حد جديد يجي يدخل وسطيهم من غير ما يمر عليهم ويكونوا موافقين عليه. الفلوس الكتير والمليارات دي بتلف وتدور في دايرة مقفولة، مش ممكن حد يقتحم الدايرة دي غير لو هم عايزينه أو محتاجين له. غريبة، أنت بتقولي نفس الكلام اللي أنا سمعته. يبقى أنا كده فهمت. فهمتي إيه؟ أنت دخلت عالم المال، بقى عندك شركة كبيرة ورأس مالك عدى الحدود المسموح بيها، وطالما عدى الحدود دي يبقى أنت لازم تفهم كويس قوي إن اللي حصل ده حصل عشان اللي بيدير رأس المال قرر يدخلك وسطهم لأنهم محتاجين لك. محتاجين لي؟ وهيكون محتاجين لي في إيه؟ في حد في الدايرة دي هيقع، واللي هيقع ده هيسيب فراغ مكانه، ولازم حد يجي يسد الفراغ ده. وبدل بقى ما يجي لهم حد جديد هم مش عايزينه أو غير مرغوب فيه، يبقى الحل الصح إن هم يختاروا البديل بنفسهم. يعني إحنا عاملين زي قطعة شطرنج. بالظبط. يحركونا زي ما هم عايزين. مشكلة إن اللي بيحركنا ده لا أنا عارفه ولا شفته قبل كده. بس هي دي الحقيقة. وتعرفي ايه تاني يا ايتن؟ لا انا ما اعرفش اي حاجه غير اللي قلتها لك. ابو كرمه عايز حضرتك. ابو كرمه خليه يدخل. مع عصري يا سلام، حط عصري تاني بسرعة.
أنا الصياد زي ما بيقولوا. بمعنى؟ دايما بيبقى في بدائل للناس اللي ممكن تخرج من الدايرة، والبديل ده لازم يتم إعداده صح. وأحمد بقى كان من البدائل دي من ساعة ما قرر إنه يبقى صاحب شركة. على فكرة مش من السهل إن أنت تخش بنك وتطلب قرضك كده بسهولة وتبقى صاحب شركة وهمية من غير ما تترصد. كل ده كان معمول حسابه. عايز أقول لك حاجة أحمد بيه، في ناس يهمها إن أنت تبقى موجود. يعني أنا مجرد لعبة في إيد ناس معرفهاش. مش بالظبط. لا هي كده. هما مين الناس دول يا أبو كرمة؟ إيه؟ استعبط بقى وقول ما تعرفهمش. انا ما اعرفش غير اللي طلب مني ان انا ابقى وراك ومعاك. وجيه من ساعة ما طلبت منه ان انت تبقى صاحب حزب سياسي. وكان دوره ايه بالظبط؟ وجيه ده العين اللي بترصد كل حاجه في البلد، واللي بيه نقدر نقول هنعمل ايه وما نعملش ايه. وجيه شبكه علاقات متنقله ملهاش نهايه، وتم اختياره بناء على علاقتك بيه. طب واحمد بقى كان المفروض يبقى بديل لمين؟ باينه واضحه طبعا. عزت، هو في غيره مش كده ولا ايه؟ هي دي الحقيقه. طبعا صح، عزت كبر قوي وبقى خطر. بس عزت غير احمد. أحمد ينفع يضحك عليه بكلمتين يتسجد عشان ينفذ لهم اللي هم عايزينه، إنما عزت لأ. عزت بقى زيه زيهم، عرف حاجات أكتر من اللازم، فلوسهم كلها معاه، مصالحهم هو اللي بيقضيها. ما يقدروش طبعاً يتخلصوا منه قبل ما يضمنوا ان كل حاجه رجعت زي الاول واكتر، ولا ايه؟ الحقيقه السؤال المهم دلوقتي، ازاي هيتخلصوا من عزت؟ ومين اللي هيلبس البدله بتاعت عزت؟ طبعا مفيش غيري، احمد. أحمد نسهل له كل حاجة، نخليه ياخد قرض من البنك بطريقة غير شرعية، نحسسه إنه كبر، كبر قوي، ندخله في سكة ما يعرفش يخرج منها مهما حصل. سكة، سكة اللي يروح ما يرجعش. نعيشه مع ناس يبقى عارف إنه لما يحط إيده في إيديهم إنه خلاص بقى منهم، ما يقدرش يخرج. الخروج معناه الموت. وعشان أحمد يفهم ده كويس وهيستوعبه، يبقى نمشي له ليلته بس بحذر، نرصد كل تحركاته. كل حاجة عملتها محسوبة عليا ومحسوبة ضدي. سهل جدا يتقبض عليا في أي لحظة، أي لحظة. نصاب، نصاب على البنك وخد منهم قرض بطريقة غير مشروعة، عملت شركة وهمية. مش كده وبس، دي شركة موجودة بالفعل، يعني ممكن صاحبها يطلع في أي لحظة يتهمني بإن أنا خدت اسم شركته وسودت سمعتها. ده غير تجارة المخدرات وتهريب الترامادول والتجارة في أدوية مش مرخصة. يعني أنا لو حسبت على الكلام ده كله مش أقل من إعدام، أقل واجب. إنما طبعاً بقى عشان أقدر أحافظ على نفسي واسمي وسمعتي وكياني ومحدش يقدر يقرب لي، لازم أقول حاضر، لازم أسمع الكلام. في الحالة دي بس أبقى غني، غني أوي، فوق ما أنا كنت متخيل. أبقى فوق، فوق الجبل،
ويمكن أعلى كمان، بس بشرط أفضل أقول حاضر، عشان لو قلت لأ هترمي من فوق الجبل وهقع على جدور رقبتي ومحدش هيسأل فيا. مين يا أبو كرم؟ مين ورا اللعبة القذرة دي؟ مين اللي ورا كل ده يا أبو كرمة؟ ايه ده يا أحمد؟ مش مين؟ ايه ده بقول لك؟ أنت فاكر إن أنا أعرف أكتر من اللي أنت تعرفه؟ أنت! أنت بدل ما تطلع رايحك في إيدي! ايه ده بقول لك؟ صدقوا يا أحمد، صدقوا، واضح إنه فعلاً ما يعرفش أكتر من اللي هو قاله. كذاب! ايه ده بقول لك؟ لو كان يعرف ما كانش ده بقى حاله، وما كانتش دي بقت شغلته. كذاب! كذاب! أبو كرم يعرف كل حاجة! انطع بدل ما تطلع روحك في إيديا! نزل إيدك يا أحمد! سيبه يا أحمد! اهدى يا أحمد! اهدى، مش كده! خلاص يا أبو كرم، تقدر تمشي أنت دلوقتي. أوكي. ماشي يا أبو حميد. سلام. مش مصدق نفسي. مش مصدق. تصدق او ما تصدقش يا احمد، هو ده الواقع اللي انت بقيت فيه، والحاجه الوحيده الصح اللي ممكن تعملها انك تواجه الواقع ده. ازاي اواجهه؟ ازاي اتعامل مع الناس دي؟ ازاي انك تبقى فوق يا احمد؟ ولما تبقى فوق مفيش اي حد هيقدر يوقعك، عشان مفيش اي حد هيقدر يوصل لك اصلا يا احمد. طلع البدر علينا من ثانيه.
عارفة، أنا قلت له لو كانش يبقى في أكبر قاعة الفرح يبقى ما فيهاش جواز. قال لي لتأمري بيه خيرتي. والله انت عارفة بيشتغل ايه؟ ايه؟ ده دكتور قد الدنيا. أصل البت نجلاء دي طول عمرها كانت تقول مش هتجوز إلا يا دكتور يا ظابط، وربنا نولها مرادها. ربنا يكرمها يا رب. بقول لك ايه يا بت جمالين؟ عايزة ايه يا بت سعيد؟ بصي أنا مش عاجبني أخلص جوازة فريال دي ومع الواد الصايع، فك الرابطة دي وأنا هشوف لك تمرجي كويس قوي أخلي الدكتور يجيب لي التمرجي تجوزيه فريال، نبقى عارفين أوله من آخره. تمرجي إيه؟ إيه بت؟ إيه اللي تمرجي ده؟ ده أنا عايزة أصالح بيتك. ممكن تاخد بالك إن الناس بتبص علينا؟ أصلك حلوة قوي النهاردة، أنت أحلى واحدة موجودة في الفرح، أحلى واحدة في الدنيا كلها. بس بطل افرد ويسر. مش قادر استوعب اللي بيحصل لي ده يا ويتي، مش قادر. اللي بيحصل لك ده حاجه كويسه قوي على فكره، احسن ما تبقى موهوم وفاكر نفسك فوق وكبير. على فكره المهم انك تبقى كبير فعلا. وانا نفسي يا ويتي انا ابقى كبير ومش عارف. كل حاجه في ايد عزه. انت عارفه معنى الكلام اللي قاله ابو كرمه جاي؟ احنا مش هنعمل اللي هو قال عليه. صحيح هما شدوا ودنك عشان تسمع الكلام، بس احنا بقى مش هنعند وننشف دماغنا. فك وشك انت بس وانا هبقى اقول لك تعمل ايه. المفاجأة الحلوة دي مش معقول. أنا قلت عشان أنت تعبان فمش هتقدر تتحرك كتير. أي حد في الدنيا ممكن أتأخر عليه إلا أنت. تعالي اقعدي. لا خد بالك بقى يا مدحت، أنا ما باكلش من الكلام ده خالص. أستاذ مدحت ما بيقولش كلام في الهوا يا أنسة منى. قالوا إيه؟ أستاذ مدحت خليك في حالك يا ريت. ممكن الإحراج ده؟ ممكن تستناني بره شوية؟ لا ده إحراج رسمي كده يا جماعة. بتعطي ليه دلوقتي؟ مش كنت اتجوزت البت نجلاء؟ بص زي القمر ازاي؟ اتجوز نجلاء؟ ماشي. مش دول برضو اللي انت كنت مقطعهم وما بتحبهمش دلوقتي بقوا حلوين؟ ها؟ انا؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مقطع مين دول؟ ولاد اخويا، حته من قلبي، حته من كبدي. انا اقول عليهم كده؟ انت هتغني يما، انت هتغني. انا قلت لك ما تتجوزش نجلاء؟ خلاص يبقى انت اللي غلطان وانا اللي صح. أهلاً. أهلاً. الحمد لله. ازيك؟ عامله ايه؟ شرفت الدنيا كلها. شكرا. كويس؟ الحمد لله. استنى شفتك. نزل.